من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيد ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في بلبنان وبالعالم. حلقة جديدة بموضوعية. عندما تقع الخسارة على الوطن من يمكنه أن يدعي تحقيق انتصار إلا إذا كان انتصارا على الوطن؟ وعندما يكون الجميع غارقين في قعر الأزمة من يستطيع أن يتحدث عن كسب جولة؟ الحكومة تائهة وضائعة، تترك النفايات في الشوارع وتجري مناقصة وتعلن أسماء الفائزين والأرقام ثم تلغيها في أقل من 24 ساعة، والحكومة ترفح جدارا للفصل بين الساحة وبين السراي ثم ترفعه في أقل من 24 ساعة، والذين دعوا إلى التظاهر أيضا تائهون وضائعون، لا يعرفون من يسرق منهم الشعارات والشارع ومن يحول التظاهرات فوضى وعمليات تكسير ممنهج. ينزلون ثم ينسحبون ثم ينزلون ويتحدثون عن مندسين ويرفعون شعارات تبدأ بالنفايات ولا تنتهي بتغيير النظام. والذين يعارضون قرارات الحكومة تائهون أيضا وضائعون، لا يعرفون إذا كان عليهم أن يستقيلوا أو أن يعتكفوا أو أن يبقوا مشاركين ومعترضين من الداخل. المظاهرات والفوضى يجب أن تقود الجميع في المبدأ إلى البحث عن حل بعدما أخذت الأزمات الأخرى في طريقها. إذ أين قضية الشيخ أحمد الأسير مثلا؟ أين قضية الاشتباكات في عين الحلوي؟ أين الفراغ في رئاسة الجمهورية؟ أين ملف المخطوفين العسكريين؟ وأين مسألة تشريع الضرورة؟ وتبقى أسئلة أخرى: ماذا سيحصل في جلسة الحكومة غدا؟ ماذا سيحصل يوم السبت؟ ولماذا أجل العماد عون مؤتمره الصحفي حتى يوم الجمعة؟ الليلة بموضوعية: هل يمكن القول إن الجميع خاسرون وإن لبنان هو الخاسر الأكبر، أم إن السياسيين خاسرون وإن لبنان سيكون الرابح الأكبر؟ الليلة بموضوعية سنحاول البحث في الأزمة التي تفجرت في الشارع وأفلتت من يد الجميع، الذين حركوها والذين حاولوا استيعابها. ونستضيف لهذه الغاية السيد نعمت فرام، الرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين وأحد المشاركين في تقديم مناقصة النفايات، والصحافي علي حمادي الكاتب في جريدة النهار. ومن مجموعة بدنا نحاسب نستضيف السيدان أحمد حلاني ووائل عبد الله، كما سينضم إلينا في القسم الثاني من الحلقة أعضاء من مجموعة طلعت ريحتكم مباشرة من ساحة رياض الصلاة. مساء الخير وأهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. سيد نعمت، رح أبدأ معك انطلاقا مما كتبه الوزير السابق زياد بارود في جريدة النهار، يعني عنوان المقالة: شعب يمقت سياسيه، الساحة أصدق إنباء من قانون الانتخاب. هل برأيك هالكلام حقيقي أو نوعا ما شاعري؟ إلى أي حد الساحة اليوم تعبر عن نبض الناس وعن نبض الشارع؟ هلا ما في شك أنه في شعر وشعر حلو، ولكن شعر فيه واقعية كمان. أنا بعتبر أنه الشباب واللي عم نشوفه بالشارع واقعي 100%، لبل بعد ما شفنا مظبوط صرخة الشارع. يعني بقلب كل واحد بلبنان اليوم الضغط اللي موجود بقلب كل إنسان بلبنان اليوم بعد ما تفجر 100%. وأنا بعتبر الشباب هلأ بعضهم عم بهزوا هالفليني هيدي بعد ما فتحت الفليني. ليه؟ لأنه أنا بعتبر من الطبيعي أنه بس نشوف نفايات من هالنوع شهر، بس نشوف طرقات عم تنهار أمام عيوننا، بنى تحتية معمولة للستينات بعد ما تغيرت، بس نشوف كهرباء، نحن اليوم صار بدنا 3600 ميجاوات، بعدنا على 1800 عن النص، يعني عن النص. والوقت واللزة الوقت عم يقطع. يعني نحن من 5 سنين كنا نحكي ب 2500،
طب اليوم عدم الإنتاجية يلي هي بعتبرها أنا المرض الأساسي في لبنان من 2005 بشلنا الناظم يلي كان الضابط الكل ضابط الكل ضابط الكل السلام على اسمه بس شلنا هالناظم وبينت العورية بينت أنه نحن يا عمي بنحكي بس ما في أي انتاجية والوقت ماشي. يعني برأيك هالحراك يلي عم بصير بالساحة هو حراك طبيعي عفوي؟ طبيعي عفوي لبل أكتر أنا لإلي تأخر. ليش تأخر؟ لأنه كان في حدا عم بوقفه، يمكن خف توقيفه هلأ. مين كان عم بوقفه؟ أنا بنظري الصراعات اليومية كانت عم تلهي اللبناني عن 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 حقوق. اليوم تحرك ما رح يوقف. يعني هل يعني اشتغل؟ يعني برأيك أنه اصطفاف 14-8 هو اللي كان مانع هالشيء؟ أكيد 100%. أنا بنظر اليوم عم نشهد انهيار للاصطفافين. عم نشهد صرخة. نعم أنا بكل أنا أكيد إذا بدنا أنا وقت فينا نحكي سياسيا على هالموضوع. أنا بنظري 8 و14 بهاللحظة بالذات ومفاعيل يمكن يعني كان آخر جدار عم يتغير كان هو 8 أدار أنا بنظري من بعد ما الاتفاق النووي تم. أنا بنظري هذا الموضوع كل يوم بعد يوم رح يتغير الاصطفافات وعلاماته بلش تبين. استاذ علي كان عندك مقاربة مختلفة يعني امبارح بجريدة النهار من خلال حتى عنوان المقال يعني طلعت ريحتكم مطية لحزب الله بمعنى انه هالحراك الشعبي وكأنه عم يستغل سياسيا او قد يكون بالاساس حتى مسيس. يعني اول شيء يعني العنوان ممكن يظهر هذا الشيء وكأنه موقف عدائي من هذا الحراك المطلبي الشعبي المدني، انما بحب انه هون بهذه المناسبة هذه الليلة أني أهني هؤلاء الناس الموجودين في الشارع المقيمين على الحراك إن كان أنتوا أو بقية الجمعيات طلعت ريحتكم وكل الجمعيات. بالعكس أنا في مقاربتي مقاربة إلى علاقة بشق مما حصل وليس بالضرورة مثل ما تفضل الأستاذ نعمة وقال أنه نعم تأخرنا نعم الاصطفاف السياسي أخر ذلك، لكن الاصطفاف السياسي كمان ما بيجوز إنه نعمم أيضا بالاصطفاف السياسي نقول هيدا بس هيدا مثل هيدا لأنه إذا بنرجع على أرشيفنا ونرجع على سرد المرحلة من 2005 لليوم 2015 فينا نعطي عشرات الأمثلة على كيف تم الهجوم على الدولة وتم الهجوم على القانون وعلى مشروع الدولة. إنما مش هذا الموضوع اللي حابب اقوله انه مطيه مش بمعنى مطيه ان هذا الحراك هو حراك واجهه لحزب الله لا، لكن حزب الله يتسلل من شقوق هذا الحراك. شفناه بالطريق، شفناه على الارض. ما حدا بيقدر بالعالم يقنعني انه الشيء اللي شفناه بشكل منظم وأنا طبعاً الشباب موجودين هون وبيعرفوا أنه مش عم بقصد على التظاهرات اللي أنتم موجودين فيها أو زملائكم ببقية الهيدا، لكن الأعمال التي حصلت على هامش هذا الموضوع وسرقت هذا الحراك أعمال خطيرة ولها بعد أبعد بكتير من النفايات، أبعد بكتير من المسألة الاجتماعية التي تحرق اللبنانيين واللي معهم حق ينزلوا وأنا معهم وأنا بنيهم. هل تعتبر بشكل أو بآخر أنه حزب الله ومن معه سرق هذا الحراك الشعبي؟ نرجع نحكي نجح أنه بسرقة هذا الحراك؟ لا ما الحراك هيدا ما قدر يسرقه لكن هذا الحراك عم يتسلل عليه من الشارع وواضح أنه هناك تسلل منهجي منظم. كلكم كنتوا موجودين يا شباب بنهار الأحد، شفتوا كيف تم اختراق صفوفكم. انتوا رحتوا يمين وشمال 7-8000-10000 شخص من الناس اللي مثلكم مثلنا مثل أستاذ فريم نعم. مثلك يا أستاذ وليد شقت جحافل فاتت 100-150 شاب منظمين فاتوا على الحراك ليفتحوا ليفتعلوا المشكلة. الآن هذا لا ما له علاقة فيكم، لا يمسكم، وما حدا ما عبول هذا الكلام
للنيل من هذا الحراك. بالعكس أنا مع استمرار هذا الحراك، مع أنه يكبر هذا الحراك، يتوسع هذا الحراك ويصير أكثر منظم. يعني تنكون واضحين على هذا الموضوع. وضحت فيه. نقطة أخيرة، نقطة أخيرة لاحقا، لازم أيضا نحكي عن الشيء اللي إجا مع هذه الحالة منذ السبت الماضي، والهيدا اللي هو المعركة السياسية الكبيرة اللي إلها علاقة برئاسة الجمهورية، نحكي عنها بالتعيينات بقيادة الجيش، لأنه في معركة كبيرة وفي تهديدات طلعت وسلم وأبلغت لي عدد من المعنيين بالبلد من مراجع أمنية حزبية، وتضمنت قولا أنه نحن ممكن نستغل يوم السبت المقبل ونفوت على نحن نرجع نحكي بالتفصيل عن الموضوع، بس بدي أسألكم أنه السبت أو ما بعد السبت كمان شو صار حقيقة؟ هل حقيقة أنه تم التسلل إلى صفوفكم لإثارة الفوضى، لإثارة الشغب؟ هل بتعترفوا مثل ما قال الإعلام بوجود مندسين بصفوفكم؟ لا. هلأ اللي صار السبت هي إذا بدك هاي التعبير يلي هو مندسين، نحن كل الأشخاص اللي موجودين كلهم من دون أي استثناء متفقين أنه هيدا التعبير غلط. ما فينا نقول مندسين، ما فينا نقول هدول التعابير. لألك ليش؟ هو في حدا يمكن غلط وقال قدام الكاميرات أنه في مندسين، يمكن كانت لأنه عم بالأرض ولبكة وإلى آخره. وبالأخير نحن هل تجربة انطلقت عفويا، يعني ممكن أي واحد كمان يعبر عفويا. غلط لأنه نهار السبت شفت فجأة في كمية ناس لبت أنه نداء هذه الطبقة الفاسدة بدها تتغير. نحن ما كنا متوعين هالقد عدد، لأنه مثل كل مرة ممكن نقول أنه الشعب اللبناني ما له جلادة وما بينزل وبينتقد من بعيد لبعيد، يعني حتى ممكن يتكيف، يعني مع الكهرباء انقطعت بجيب اشتراك، وأول ما طلعت أزمة الزبالة العالم صارت تشترك الكمامات. هذا إرث الحرب مظبوط. العالم عم تتكيف يا خيي، شو ما بدك تعطيها منشوف نمشي حد الحيط ويا رب السترة. السبت عشية صار بعد الفوضى. أنا بدي أحكي أكثر عن الأحد لأنه السبت ما كان فيه هالبومينج الكبير اللي صار. الأحد كمان صار الوضع أكبر بكتير، يعني وصلت عدد الأشخاص اللي قالوا أنه وصلت للعشر تلاف، 8000 أو 10000 صح اللي هي من رياض الصلح وصلت، وحتى في ناس لساحة الشهداء. نحن كنا موجودين من الصبح. إذا بتخلال النهار بتحس أنه في كرنفال لبناني كان تحت، يعني يلي عم بينزل أولاده، يلي اللي عم بيهتف كرمال قضية معينة، يلي عم يهتف كرمال المرأة، يلي عم يهتف كرمال وصلنا بارك. يلي نزل كل واحد عنده قضية، يلي نزل يبيع قهوة مع العالم ويرقصوا إلى آخره. الأحد بلشت المساويات تجي. نحن ما بدنا نقول هون مندسين، في كمية ناس موجودة بقلب هذا الحراك، أول شيء غاضبة، وتاني شيء ما عندها نوع من أنواع الانضباطية المعينة. بالأخير كنا عم نحكي هلأ قبل أنه نحن منا هالتنظيم الحديدي اللي بيجي بيقلك أنه وقافوا وامشي هيك. هيك هلا طلعنا انسحب ما في مجال. نحن بالاخير هيدي تعبير عفوي مثل ما قلنا، وفي اي حدا كان ينزل يعبر بالطريقه اللي هو بده اياها مسائبه، مثل ما عم بتقول استاذ علي انه بالارث الحرب وارث المجتمع والى اخره. يعني واحد اليوم علق مع واحد كمان صفت سياره، ما بده ينزل وقوسه، ما بده ينزل يعبر عن غضبه بطريقه يمكن هو بيعتبرها انه هيدي المناسبه. يعني بتعتبره يلي قاموا بهذه الاعمال حتى ليله الاحد، يلي قاموا بهذه وقت اللي أحرقوا الأحد لا لحد عم بحكي، بس وقت اللي صار هذا الاشتباك الصغير مع القوى الأمنية. حتى وقت اللي صار هذا الاشتباك كان في ناس أوكي مشجعهم بتواجه، بس في ناس ورا يمكن ما عندها القلب القوي إنها تروح وتواجه كانت عم بتشجعهم. يعني دليل إنه أنت عندك صرخة بدها تطلع بأي طريقة، إن طريقة إنه أنا بدي أجيب أرسم على الحيط، ولا بدي أرقص، ولا بدي أكب حجرة، ولا بدي أعمل أي شو صار؟ اللي صار نحن حسب ما كذا مرة كذا يعني كذا إذا بدك تحليل في صار شيء نوع معين. السلطة تصرفت بطريقة كتير بعنف نهار السبت. طلع أنه نحن قلنا أنه هذه الطريقة العنفية كتير غلط وكتير ما بعرف شو، وقالوا أنه هذا الطريقة العنفية سببت بأنه العالم كلها نزلت أكتر نهار الأحد. أنا كنت موجود وقت اللي بلشت المشاكل المضبوطة نهار الأحد عشية. ما بتصور أنه في شيء منطقي وغير مبرمج بيقول أنه العالم وصلت على السياج، صار السياج بالأرض،
وصلت على الحيط الحديد الثاني وبعد ما حدا من القوى الأمنية تحرك لحتى وهن كانوا كم شاب ماشي الحال. وصلوا لدرجة إنه القوى الأمنية اللي هن مكافحة الشغب صدقني كانوا بزاوية معينة محشورين يعني حيوصلوا لهم الشباب وبعد ما حدا تحرك بلشت هون تبين إنه لا في شيء غلط عم بيصير. الخيام اللي بيناموا فيها يمكن الدرك تحت ولعوها بعد ما حدا تحرك. الخيام العسكريين يمكن قد ما العالم صارت مخطوفين انتبه قد ما العالم وهن بيشهدوا على هالشي قد ما العالم كانت محمسة مع اللي عم بيصير في عالم نطت فوق الخيام لتتفرج شو عم بيصير قشطت فيهم وفي بعدين صار في لما صار في إحراق ورش مي صاروا أكتر بالأرض وراحت الغراض وإلى آخره. وصلت على محل إنه الشباب صاروا وصلوا على سيارة الإطفائية اللي بتكب مي وبعد تقريبا بعد ما حدا تحرك واذا الاعلام ما بعرف اذا صورها لانه انا كنت تحت كنا عم نتابع كان عم بيقرب ويأخر ما عارف حاله شو بده يعمل بعد ما اجت اوامر انه يتحرك. هيدي شو هيدي ناس مشاغبين ومندسين نازلين والسلطه عم تقول لهم يلا ندسوا بعض ومشاغبوا بعض. هيدي اكيد اكيد اعمال موجوده من قبل السلطه واشخاص اخرين كرمال يخربوا هيدا الحراك كرمال يقولوا للناس انه هيدا الحراك فيه مشاكل. مين السلطه يعني ما هي كمان ما انه معروف بلبنان مين السلطه سيدي لانه وقت بتقول سلطه مني السلطه خلينا نعيد قراءه الحراك بشكل عام. هلا انا بدي اعلق شوي بس اذا ممكن على استاذ نعمي. حضرتك تفضلت وقلت انه السلطه كانت كامشي الناس عن التغيير أو لا الصراع بين الصراع. الفريقين السياسيين كويس. أنا برأيي هؤلاء الفريقين السياسيين كان 14 أو 8 أو شو ما بدهم يصنفوا حالهم هودي منظومة تشتغل لتأمن مصالحها الخاصة على حساب الناس. خلينا نبتدي من هون وهيدا شيء كتير صحيح لأنه حلنا بقى نشوف ما قدموا ولا مشروع فعلي للوطن ما قدموا ولا مشروع انمائي للوطن. وانا اكتر واحد بعرف لاني انا ابن عكار وبعرف قديش عكار محرومة ومثل ما عكار محرومة البقاع محروم الجنوب بأماكن كتير محروم. عم يبحثوا انه يضغطوا لكم الحرمان 100 مليون دولار يعني كتر خيرهم والف عافية والف عافية بالمناسبة للشباب اللي يتحركوا بعكار بضمن حفلة عكار منا مزبلة نحنا منا بزبلة على كل هيدي السلطة الطائفية تشتغل برعاية وبتحالف مع ما يسمى رأس المال المرتبط برأس مال عالمي ومحلي تشتغل لتأمن مصالحها الخاصة. ساعة اللي بتكون متفقة بس تتفق مع بعضها بيتفقوا على مصالح الناس ولو بس بالشكل الظاهر للسياسي بيقولوا هني انه مختلفين مختلفين بس فجأة بيتفقوا كل الأطراف على هيئة التنسيق النقابية ويسقطوا مشروع هيئة التنسيق النقابية أو ممكن يختلفوا بيختلفوا وبتصير الناس بيتقاتلوا بدم الناس مثل ما صار بطرابلس وبجبل محسن. أهلنا وشعبنا بيقتل بعضه نتيجة خلافات بهالطبقة السياسية. هلأ الحراك كتر خيرك بس نحن مش قيمين على الحراك ولا منقبل نكون قيمين على الحراك. هي السلطة السياسية ولا منظمين للحراك. هالحراك كهيك يجي بالهواء. إذا بتريد عم بشرح لك. أنا معك عم بشرح لك. هي السلطة السياسية اللي عم نحكي عنها يلي هي سلطة طائفية أنتجت مجموعة أزمات بالبلد. من هاي الأزمات اليوم شفنا أزمة النفايات. كمان أنتجت شيء تاني غير هاي الأزمات. أنتجت منظومة تدجين لكرامة المواطن. وخلت المواطن دايماً عايزها وهون عم بحكي عن كل السلطة الطائفية كلها من دون أي استثناء. خلت المواطن تابع لها لأنه مجبور بالواسطة يروح يطلب وظيفة ومجبور بالواسطة حتى يجيب خط تليفون على بيته. هاي الزبائنية ما سميها طبعاً هيدي اللي بيسوى نسميها تدجين لكرامة المواطن. صار المواطن ما بيسترجي يعترض أو ما بيسترجي يعترض ضمن طايفته لأنه بيصير مغضوب عليه ضمن الطايفة ولو أنت مش مع الزعيم فلان أو الزعيم فلان فأنت عدو الطايفة.
بالوقت يلي ممكن كتير يكون هو بهمه مصلحة الطائفة. اليوم نتيجة صراع هاي السلطة بين بعضها وعدم قدرتها على تأمين حلول إذا بدك المورفين للشعب، اختلفوا على الزبالة بكل أشكال الخلاف اللي ما في زوم يعني نحكى كتير على الإعلام كيف اختلفوا. هذا بنحكي عن الزبالة بس خلص لي هاي الطرح يعني كويس. قالت الناس في ريحة زبالة ببيتي، في برغش ببيتي، في دبان ببيتي، وفي جرادين على الطريق، وبلشوا يفوتوا على المستشفيات ولادهم. طبيعي الناس بدها ترفض وتعترض. التقى شباب يعطيهم ألف عافية، أطلقوا مبادرة وقالوا لهم طلعت ريحتكم. فعلا طلعت ريحتهم، ومش بس طلعت ريحتهم، طلعت ريحتهم والناس قررت تبلش تعترض، وهيدا شيء كتير مهم. لما الناس تعترض بدها تعترض بأشكال مختلفة، وهالاعتراض بلش يترجم على الأرض بالشارع، ترجم بأشكال مختلفة. اللي جاب معه بالون، اللي جاب معه زمور، اللي جاب معه طبل، اللي حط بافل، هيدي طيب. أشكال الاعتراض. من ضمن أشكال الاعتراض في ناس لقيت أنه هي بحاجة أنه تروح على توسيع هالاعتراض لينطلق من حالة الزبالة الخاصة. نزلت الناس تعبر عن عم بتقول، عم نشوف يافطات لناس، بينزل مواطن عادي من دون أي تنظيم سياسي، من دون أي شيء، بيقول ما عنا مي، بيقول ما عنا كهرباء، بيقول ما في ضمان، بيقول ما في قانون عمل بيحميني، بيقول أنا إذا انكحشت من وظيفتي ما في عندي مرجع يحميني. طيب هاي الناس اللي عم تعترض نزلت مثل ما هي تعبر عن حالتها، لا بعتها تنظيم سياسي ولا بعتها أحزاب ولا بعتها شيء. كيف بتعبر هاي الناس؟ بتعبر بأشكال مختلفة إلنا طبقا لحالاتها الطبيعية. أوكي عبرت خليك يعني في مسؤولية كتير كبيرة هون. أنا لما أجي أقول هاودي مندسين أو هاو مش مندسين، وهوني بلوم الإعلام، لأنه الإعلام معلش مع احترامنا لكل الإعلاميين نحن بنعرف صدقهم، بس أحيانا بيصير في شغلات إنه شو يعني مندسين؟ في ناس عندها حالة غضب، في مواطن بيقبض $600 و$400 بالشهر، بيشتغل له 10-12 ساعة وما بيفضل معه ليرة، شو بده يعمل؟ في ناس ما عندها شغل، قاعدة ما عندها هدف بحياتها. هودي طبعاً، هودي مندم ملحبة، معلش هودي شعبنا. يعني اليوم حتى بتقرير زميلتنا هوني دونيز لحمي فخري يعني بيّن في ناس في شعارات دينية، بين في ناس ما انه هذا شعبنا متدين، انه عنده شعبنا متدين معين، في ناس ملثمين. ليش شخص بده ينزل ملثم اذا عم يعلن انه انا بدي مطلب، بدي شيء؟ هذا انا بامن بحقي. بس اسمح لي كلمه، انا كل كلامك ممتاز وانا معك. تسلم الله. يعني ما في واحد يقول لو، ولا حضرتك لو، لكن بموضوع التفصيل الاخير واللي ما له تفصيل اللي هو اساس، اسمح لي اختلف معك. تفضل. لانه الشيء اللي فات بشقوق هذه الحركه واسعه وفيها مثل ما تفضلت اشكال متعدده من التعبير. لا، فات شيء عمل امني لا علاقه له ومنظم، لا علاقة له بالحالة اللي انتو كنتوا فيها. في تقارير على الموضوع، في تقارير أمنية، في وين؟ لحظة خليني كمل بس التقارير الأمنية أولا مش رح تتوزع التقارير الأمنية على التلفزيونات، في تقارير أمنية من أجهزة، في أكثر من ذلك، في إشارات من بعض القوى السياسية تشير وتقول بأنها هي التي أرسلت هؤلاء ومستعدة أنها ترجع ترسلهم. نرجع نحكي بالموضوع لأنه ما له علاقة بالحركة المطلبية، له علاقة بتعيينات قيادة الجيش، وله علاقة بموضوع المراسيم والمراسيم بمجلس الوزراء والخلاف عليه، وله علاقة باصطفاف سياسي أنتم ما لكم علاقة فيه. فإذا هذه نتيجة فالموضوع أنا معك يعني أنا معك ماشي. أنا معك أنه ممكن يكون في تعبيرات مشكلة من الاعتراض، لكن كان في فريق نزل 3-4 مرات ورا بعضهم بشكل منظم
وبشكل نزلوا بأمر عمليات وطلعوا بأمر عمليات. وأكثر من ذلك خليني استاذ علي بدي أخذ اتصال مع من بانكوك لأنه سيدي شاركت بشكل في منهم بآخر في منهم الناس بالتظاهرة في منهم الناس معنا على الهواء السيدة ميراي شوفاني. مدام شوفاني مساء الخير. مساء الخير استاذ وليد. بس بتمنى عليك انه توطي حدك صوت التلفزيون لانه عم يعطي كثير صدى. ممكن؟ ما في شيء حدي، بس بدك تعلي صوتك لاقدر اسمعك. اوكي تفضل، يعني انت على الهواء. بالنسبه لي اول شيء انا بدي استغرب الشيء اللي عم بيتفضلوا بيحكوه الاشخاص اللي هن كانوا على الارض معنا بالمظاهره. انت كنتي؟ لانه مندسين والف مندسين. وكل الصور اللي نحن صورناها السبت وبالأخص الأحد، أنا ضليتني الأحد لساعة 11 ونص بالليل مزلوبة بقلب بناية العزارية وعندي كل الصور. هن زيتهم الأشخاص، رجعت شفتهم النهار الثانيين بالدربكة عم يرقصوا، والأشخاص اللي هن ما دخلون هن اللي توقفوا. هيدي أول شغلة. اثنين، كل المواطنين اللي نزلوا ومنهم أنا ومنهم كتير عالم أنا بعرفهم، نحن انتفضنا وقت اللي شفناهن عم بياكلوا قتلة كم شاب ما بينعدوا على اصبع على اصابع ايد واحدة. هيدا اللي خلينا ننتفض وقلنا طفح الكيل. نزلنا مش بس كرمال زبالة، نزلنا انه بالرغم من كل شيء، بالرغم من انه عاملين لبنان شركة خاصة ومحاصصة لإلكن ولولادكن ولقرايبكن كمان بكن تعيشونا بالزبالة، نزلنا كانت الزبالة هي خلص لقود كيا دي بوردي لطفح فيها الكيل. لطفح فيها الكيل. سو واحد ايه مندسين، اثنين ايه بعدهم المندسين موجودين بيناتنا، ثلاثة كسروا الرصيف في صور معنا، كسروا الازاز جابوا فيه القوى الامنية. بس الشيء اللي انا كتير بستغربه استاذ وليد انه نهار السبت انا كنت بقلب الحدث وعلى طرف القوى الامنيه، نكب انينه مي صحه ونكب فتيشه وحده وهجموا مثل الديب الكاسر. انا برايي اول نهار هجموا ليخوفونا، ما خفنا. ومع انه كانت الشراسه غير مبرره، ما كان فيها الزعران اللي فلتوه. ثاني نهار وقت شافونا كثرنا كثير قال لا رح نفوت الشغب. فوتوا الشغب ما ارتدعنا. انا بخاف من الفتيشه، عدت بنص دين الاقواص وما خفت ورجعت نزلت تنين من مكتبي على المظاهره. هيدا البلد نحن اليوم هيد دوله مؤسسه، والمؤسسه فيها موظفين والموظفين بيقبضوا راتب، اللي ما عم بيعمل شغله ممنوع ياخذ معاشه. خليهم يفسروا لنا بس، وهيدا سؤال نحن بحق لنا نساله. هيدي الدوله اللي عم ندفع لضرايبنا، اللي عم تعمل زبوطات على الشمال وعلى اليمين، اللي عم ندفع الكهرباء مرتين والمي مرتين والمي ملوثه، اللي عم ناكل غذاء ملوث، اللي عم ناخذ دواء ملوث ومنتهي صلاحيته، اللي شبابنا عم بيسافروا، ما في طرقات، ما في مدارس، ما في طبابه، سالنا هيدي الدوله اللي صار لها 100 سنه بالبلد حكمتنا شو عملت؟ اوكي، مدام شوفاني، مدام شوفاني، خليكي معي. وائل بده يوجه لك كلمه او سؤال، ما بعرف. وائل يعني تفضلتي فيه مدام بجزء منه كتير صحيح، وراح بلش معك من يوم السبت. يوم السبت كنت عم تشوفي أنينة مي عم تطلع من ولد غاضب أو شاب غاضب أو صبية غاضبة على قوى الأمن، وكانت قوى الأمن عم بتردها للجمهور. ليش كانت قوى الأمن عم بتردها للجمهور؟ كانت قوى الأمن عم بتردها للجمهور فيها تخليها عندها ورا، بس عم ترجع تعطي الجمهور ذخيرة غضب جديدة ليكبها عليها، ليقولوا هاي الجمهور غاضب وليقولوا هاي الجمهور مندس. نحن شعبنا كثير طيب يا ستنا، ما بيخلى الأمر، بس شعبنا طيب وشعبنا مقهور وشعبنا مظلوم وبده يعبر عن غضبه وبده يعبر عن ظلمه. معلش سوري بس ما بعرف اسمك. وائل. انا المندسين بالنسبه لي يا استاذ تفضل، هن هول الشباب لدوله الفساد منعتهم من العلم، صحيح، منعتهم من انه يفوتوا على مدارس، صحيح، منعتهم انه يكونوا عندهم اشغال، صاروا هيك. انا ما بلومهم، صحيح، انا ما بلوم القوى الامنيه اللي هي عم تاخد أوامر من قياداتها، لأنه هول مثلنا بلا كهرباء معاشه 800 ألف ليرة. صح. نحن اليوم عم نقول ما بقى فينا نستمر
بحياة كلب ما بيقبل يعيشها. خلصنا بقى خلصنا، دولة ما لنا شركة خاصة. صحيح، ياخذوا اللي اخذوه صاحبين على قلبهم، بيروح لا بدنا نسترد وبدنا نحاسب بعدين. مدام شوفان يعني بتشكر كثير على هالمداخلة. بس كلمة صغيرة بالنسبة اللي قالته المدام آخر شيء، هو اللي مخلينا نحن ما نقبل تعبير من دسين اللي قلناه انه اوكي اذا في ناس عم تجرب تخرق فهني من هيدي السلطة. يمكن قال وائل مين عم بجرب، هيدول اللي قالت عنهم انه هيدي السلطة نفسه اللي ما خلته تروح على المدرسة وما خلته يلاقي شغل وما خلته يلجأ الا لا يفش خلقه. يمكن لا بدي اعطيك الاكستريم يلي هو المخدرات، يوصل على محل انه اوكي ما نحنا هيدا جزء من مجتمعنا كمان. يعني هيدا الشاب اللي ما عنده شغل وما عنده، يا خيب انا بقول لك من الاخر بيتعاطى مخدرات، هو جزء من مجتمعنا، هو جزء من هيدا الشعب الفقير المعطر والضحية. ضحية مش المجتمع ابدا، لا هيدا ضحية ممارسات سلطة منظمة، لأنه الدولة طيب. منظمة ما أمنت له مدرسة رسمية مثل الخلق والعالم، بده يروح على المدرسة الخاصة وما معه أجارة أكيد بده يقعد بالطريق وما في مدرسة رسمية تحتضنه بشكل منيح، لأنه السلطة ما بتنتج مدرسة رسمية. فما نقول عن هالعالم يعني اللي في تجارب منيحة لبعض، ما نقول عن هالعالم لأنه بيكون مدير المدرسة مدير صالح والأساتذة صالحين. بس كرمال هيك بين هلالين صغار، ما نقول عن هالناس بالذات اللي هن موجودين وين ما كان، بالبقاع وبالشمال وببيروت وبكل الاحياء، يعني انه هن الشعب مندس، انه هن هالاشخاص اللي هلا في تمييز. استاذ نعمه تفضل. بس كلمه، بس جمله واحده في تمييز يا استاذي، يعني عم يعني عم الجواب وكانه في ايديني لا التظاهر، بالعكس مع التظاهر. النقطة مش هيدي، لا وكأنه في إدانة للشعب هي أخطر، ما في أي إدانة لا. لا. لا الموضوع الشعب ما في مدسين. الموضوع محدد يا أستاذ وائل، موضوع محدد في، وأنا بغلطك يعني وجهة نظري، هلا بحترم وجهة نظرك وهذا ومعلوماتك، أنا عندي معلومات تانية. هذه فئة ما بسميها مندسي، هذه فئة منظمة تم إدخالها على الساحة قدامكم، ما فيكم تعملوا شيء، ما فيكم تواجهوها. هي جزء من ما تقوله أنه سلطة طائفية ومذهبية، لكن هذا الجزء من السلطة الطائفية والمذهبية أنت ما فيك تواجهه. أنت يا حبيبي أنت مش عم بقلك أنت، لا لا اسمعني اسمعني، لحلك ليش ما فيك تواجهه؟ ما فيك تواجهه لسبب واحد وبسيط. أنت عم تحكي فيك تحاصر السراي بتمام سلام، أنت عم تحكي فيك تكب قنيني على تمام سلام. لا مش مزبوط هالحكي، مش مزبوط. الفئة التي أرسلت هؤلاء، انا استاذ علي، استاذ علي مش بس خليه كمل جملتي، لا كمل جملتي، عم تحكي شيء كثير مش مزبوط. طب بس خليه يخلص، خليه يخلص بس انا بدي سامح بكلمه، بس كله بدي سامح بكلمه. يوم السبت لوين كانت المظاهره؟ انا يا اخي اذا بتريد السبت لوين كانت المظاهره رايحه؟ عم نحكي من الاحد وصلنا لليله. لا لا الحراك مبلش من زمان، ليش بدي وقفه بنقطه معينه؟ ليش بدي ضوي على شيء؟ خليني كمل جملتي وقل لي كله غلط. لا لا هذه وجهه نظر، بس انا بحترم وجهه نظرك. اسمح لي بس كمل الجملة. أنا وين بختلف معك؟ بختلف معك إنه هذه جهة منظمة، جزء من هذه ما تقول ما تعتبره، وأنا معك إنها سلطة طائفية وسلطة تكمل، وهذه سلطة طائفية مختلفة ببعضها، لكنها مكنة كبيرة تضم من آخر اسم لأول اسم اللي كل الناس بتعرفهم على هذه الشاشة. إنما أقول ذلك وأنا مسؤول عن كلامي، هذه الفئة أو هذه الشقفة أو الجانب من السلطة الذي دفع بهؤلاء، وهؤلاء جزء من مكنة أمنية، هؤلاء منوا النازلين بس هيك، هؤلاء لا تستطيع ولن تواجههم، لأنك تستطيع ويجب أن تواجه تمام سلام بالسرايا، نهد مشنوق ببيته، إكس من الناس شو بعرفني أنا، مين عندك محمد المشنوق اللي بدك ايه؟ يا سيدي يا سيدي بس خلونا نسمع رأي أستاذ نعمة. رأي أستاذ نعمة، خلينا رص ساعة. يعني إذا هالفريق المندس أو الفريق الثالث اللي عم تحكي عنه أستاذ علي، فريق معروف، فريق معروف ولا مش معروف أنا ما بعرفه، أنت بتعرفه يمكن. أنا بقول لكم شغلي، نجح هذا الفريق، نجح هذا الفريق أقل الليلة يحول الحديث كله لهون. نحن هذا الحديث اللي عم تحكي كتير مهم، ولازم توصلوا على 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 قرار فيه بالآخر إذا في فريق ثالث إيه ولا لا. ولكن خلينا نرجع شوي صغيرة على سبب الحراك الأساسي، الغضب. الغضب يلي تحول القلق يلي تحول لقرف
يعني تحول لاخر شيء لغضب لغضب بالشارع. هيدا هيدي الصرخه الحقيقيه يلي انا بدي مع اخواننا اليوم القاعدين قدامنا مع يلي عم يسمعونا بالشارع بدي اطلب منهم يحولوا هذا الغضب لغضب بناء، لانه نحن يلي وصلتوا علي يلي عم توصلوا اليوم الوجع يلي بتقلي نحن عندنا كم شخص بيقبض 600 الف ليره وعنده خمس اولاد، كم شخص صرنا لل 25% بطاله يا اخوان. ماشي انا معك، لا انت ضعف شوي، لا تخليني احكي يا اخي، بس بدي مرق شغله ولقلك كل الحديث يا حبيبي. يوم السبت يوم السبت كان في مظاهره موجهه على مجلس النواب، طيب، وتم تصوين باردون تم تصوين كل محيط مجلس النواب ببوابات حديديه وبعضها يقال انه مكهرب. الناس برمت البرمي كلها سوا، عفوا، ولما وصلت لتاني برمي لتاني ميلي من مدخل مجلس النواب اذا بتريد ابتدأت القوى الأمنية من بعيد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية، هذا واحد. السبت بـ8 آب إذا بتريد التحرك يلي صار بساحة الشهداء، قسم هائل من المظاهرة تحرك وراح يعتصم قدام بلدية بيروت. ليش بدي أقول أنا هذا التحرك الشعبي هو موجه ضد الرئيس سلام؟ لا أبدا، هذا التحرك لا هو موجه ضد الرئيس سلام ولا هو موجه ضد الرئيس سلام، هذا التحرك موجه ضد كل السلطة السياسية. بدي أنت ما بقى فيه كم، بدي أنت مباشرة مع الزميل حسين خريس الموجود في وسط بيروت. مساء خير حسين. ولا يا ساعة بعتذر لاني اتصل، كنا عم نقلع الفكره، كنا قاعد نخبط بعض توصل محل بناء. انت عندك مكانات كثير لازم تقلع بسرعه. كما يبدو معي السيد مروان معلوف من تجمع طلعت تحتكم. مساء خير استاذ مروان. لا هذا الهول استاذ مروان عم تسمعني؟ مش مشكله، لا ما لها هيئه عم يسمعنا. طيب استاذ نعمت، انا بدي ارجع مطرح ما وقفني. الغضب البناء نحن واجباتكم ومسؤوليتكم، لانه بالفعل انا بنظري هيدي اخر امل لنا. هو الشعب اللبناني، الوعي عند الشعب اللبناني يطغي على المصالح الضيقه الصغيره الزبائنيه الموجوده، هذا اللي بلشنا نشوفه. ولكن بده يتعاطى معه بطريقه خلاقه بناءه. هدفنا انا مثلا صرخت تغيير النظام لازم تتحول لتطوير نظامنا التنفيذي بين بعض، يعني عمليا شوي شوي لازم نوصل الى حديث يقول عمليا شو بنعمل بكره، عمليا شو بنعمل بكره. اليوم بكره هل احنا بنبعت بنقول سكروا كل شيء يا اخي، روحوا استقيلوا كلكم سوا، روحوا كلكم سوا كسروا الدنيا، نحن بنتحسن؟ هل نحن البطاله بتزيد ولا بتنقص اذا كسرنا كل شيء؟ أنا بقول لك إذا نحن بأسرع وقت ممكن من بعد حراككم توصلوا لخطة عملانية، أنا بقول لك بنحط أولويات لها. هالأولويات بتبلش تتنفذ وحدة ورا وحدة. أول شيء لها أنا لإلي رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس جمهورية. ما فينا نحن اليوم نطلب من دولة تنتج وهي الدولة مثل ما نكون شايفينها ما بيعرف السلطة مع مين. وجعنا الاساسي صحيح انه الوقت ضدنا، قاعدين الشباب صاروا لنا 5 سنين بيعملوا مع بعضهم، ما في اي قانون، معايير ضدنا. يعني انا هلا بس رح اخذ فاصل اعلاني، بدي ارجع اسال انه وقت اللي عم نطالب كلنا سوا بتغيير النظام شو بنقصد بالنظام؟ يعني هون السؤال الاساسي، هل الرجيم ولا السيستم؟ كل واحد بيشوف النظام على ذوبه. رح نرجع نطرح هذا الموضوع ومنه ننتقل الى موضوع النفايات، وانما بعد فاصل اعلاني اول لهذه الليله. قبل ما كمل الحوار بدي ألفت نظر المشاهدين انه حتى خلال البريك الاعلاني كان الحوار كتير حامي بالاستوديو، احمى كتير بالاستوديو. من هيك رح انتقل مباشرة الى ساحة رياض الصبح مع الاستاذ مروان معلوف لحتى ناخذ منه اخر المستجدات واخر الاخبار فيما يتعلق بحملة طلعت ريحتكم. مساء خير استاذ مروان. بونسوار، مساء الخير، يعطيك العافية. يعني السؤال عم يسألون الناس انه وين صارت حملتكم، حملة طلعت ريحتكم،
هل أفلتت الأمور من إيدها من هيك فضلت أنه تأجيل حراكة إلى السبت المقبل؟ لا أكيد لا، وما أفلتت أمورها ولا شيء، بالعكس مثل ما لاحظت ألاف المواطنين توافدوا ونزلوا على المظاهرات نهار السبت والأحد ضد هالطبقة السياسية الفاسدة. ومثل ما بتعرف تحركاتنا مستمرة، والتحركات عم تستمر، وحتى التحركات العفوية تبع المواطنين عم تستمر ببيروت وبكل المناطق. وتحركنا القادم الكبير اللي عم ندعي عليه هو نهار السبت كمان الساعة 6. تحركاتنا مستمرة، الحملة ضد هالطبقة السياسية الفاسدة مستمرة. تعرف أنت تحركنا بدأ ومستمر وقدر، يعني هذا التحرك رجع أيقظ اللبنانيين من غفوة، ورجعوا يعني نزل المواطن اللبناني على الشارع ليقول بكل وضوح بالآلاف أنه هو ضد تعاطي السلطة وتعاطي هالحكومة بملف النفايات. أنه يعني كانت واضحة ردة فعل اللبنانيين بالآلاف اللي نزلت نهار السبت، بس يعني مثل ما شفت ردة فعل القوى الأمنية والطريقة اللي تعاطت فيها القوى الأمنية هي بتفرجي قديش هذا التحرك الشعبي اللي هو من كل الأطياف قدر يكسر هذا الجدار. يعني نحن اليوم مروان يعني ما بتعترف أنه في حدا دخل على الخط، على خط هذا الحراك لحتى يحيدوا أو يحيد فيه عن الهدف الأساسي؟ يعني كل حراك يجذب آلاف اللبنانيين، 15,000 و20,000 لبناني لينزل على الطريق لمطالب لا حزبية ولا طائفية ولا مذهبية، أكيد رح تكون في طبقة سياسية عم تحاول تخربه وتدمره. بس هو تحرك مستمر، تحرك عم يطالب بحقوق بحقوق هؤلاء المواطنين. عنا ملف فساد مستشري، ملف النفايات، يعني ملف النفايات هو بيصور الوضع اللي وصلت له للبلاد، وضع دولة لبنانية فقدت مؤسساتها، معظم شرعيتها. عنا مجلس نيابة مدد لنفسه مرتين بال2013 و2014، هذا شعب لبناني سلب صوته مرتين. هذا شعب لبناني بملف النفايات في فساد مستشري، في دولة عم يعني عنا شركات عم تسرق من المال بس العام. بس الانتقاد الأساسي لكم أنه ما عندكم سلم أولويات واضح، أو ما عندكم خريطة طريق كيف واضح. ما عنا سلم؟ شو خريطة طريقكم؟ نعم، يعني خريطة الطريق واضحة جدا. نحن هذا التحرك الذي دعينا له وللمواطنين نزلوا بالآلاف، أول شيء هو عنا نحن ملف، نحن عم ننزل على الشارع لأنه نحن ضد هذه الطبقة السياسية الفاسدة. عنا بالأول ملف الفساد بمسألة النفايات، وهون الشعب اللبناني بس نزل على الطريق حقق أول انتصار ضد هذه السلطة بفض العروض. عنا نحن معركة واضحة بمسألة الصندوق للبلد، يرجع الحقوق للبلديات لمسألة النفايات. عنا مسألة الفساد المستشري بهذا الملف، نحن طلبنا من القضاء ومن النيابة العامة القضائية أنه تتحرك بمسألة الفساد. لحديت اليوم نحن ما عرفنا شو صار من النائب العام المالي بمسألة فساد النفايات. وعندما هذا التحرك نزل إلى الشارع لمطالبة بهذه المطالب ووجه هو وعم يتظاهر أمام للوصول إلى ساحة النجمة أمام المجلس النيابي التي سلب شرعيته، نحن بوجه سلطة فاقدة للشرعية، مجلس من المواطن منتخب صلوا لغوا له صوته، بس نزلنا لنتظاهر أمام المجلس النيابي، ينزل تنزل المواجهات بهذه الطريقة والضرب صارت أو كمان. فهون صار في معارك، نحن عم نطالب ب استقالة وزير الداخلية، عم نطالب بمحاسبة وزير البيئة، عم نطالب انه هذا المجلس النيابي هو مجلس غير شرعي. يعني هاو ملفات ولما بتطالبوا مثلا بانتخاب رئيس جمهورية، من هونيك بدها تبلش الأولوية. كيف من هونيك بدها تبلش إذا شرعية الشعب مسلوبة؟ نحن يا أستاذ وليد، نحن ببلد من النظام البرلماني، الشرعية الشعبية الأولية هي من الشعب. ما فيك تجي تسلب صوت المواطن، ما فيك تجي تسلب صوت المواطن وتقول له الأولوية للسلطة الشعبية، لا حكم دون سلطة شعبية في البلاد. ما في يكون في مجلس غير شرعي مدد لنفسه مرتين ما عاد سئلين عن المواطن من هيك من هيك وصل. يعني مروان يعني اوكي يعني انتم مع الانتخابات النيابية قبل اجراء الانتخابات الرئاسية؟ طبعا
طبعا اكيد سلب صوت المواطن، المواطن اللي نزل على الشارع، المواطن اللي نزل على الشارع مواطن عم بيطلب انه في دوله فاسده طائفيه وصلت البلاد انه زباله امتلت بكل الشوارع. صلنا شهر ونص حكومه عم تتخبط، صلنا شهر ونص حكومة عم تتخبط مش عم تعرف تلاقي حلول. طيب. يعني السبت شهر السبت ونص في مروان. في دفتر شروط. أوكي واضح هيدي بس. نعم. سؤال أخير، يعني السبت رح تنزلوا ببرنامج واضح أو رح يضل في هذا التخبط؟ أنا مش عم بفهم وين في تخبط. هذا هذا الحراك الذي جذب الشعب اللبناني نزل له مستمر ضد فساد هذه الطبقة السياسية. هذا الحراك مستمر مشان نرجع نجي ضد هذه الطبقة الطائفية. الشعب اللبناني مدعو إلى النزول نهار السبت الساعة 6. السيد مروان معلوف شكرا لك على هالمداخلة. ما فينا نخلي انا عندي سؤال بسيط عن النظام قبل لانه كل مره انت عم تطرح سؤال وبتستطرد مع بالنتيجه. تفضل. اول شيء اللي سمعته اكد لي اكثر واكثر وانا بختلف معه شوي انه ما في طريقه عمليه بتوصل لنتيجه عمليه بالحراك اللي عم نسمعه، لانه كل هذا الموضوع عم طالع من القلب بس بده لازم يصار على الدماغ. فينا نضلنا بالقلب وهون بدي اطشوا. انا بعتبر ايه عم ياخذ نفس لا لا شباب نحن شباب انتوا معقول يعني بدنا نحكي بدنا بس نحن لازم نحكي شو هالحكي شو الفرق بيني وبينك. انا بعتبر يا اخوان هيدا الغضب كثير بسرعه لازم نستغله لنبني شيء شغال فعال. لازم نحدد المشكله الاساسيه. المشكله اللي وجعكم هلا لانه ندفي في عطل تقني عندك. طب انا عندي السؤال اللي بدي اطرحه عليه وعلى الاخوان واخذ جواب. تعلمنا كلنا انه الاساس ببناء الدول هو ثلاث شغلات: قانون، صح، تنفيذ القانون، صح، والمحاسبه على تنفيذ القانون. طبعا هيدا اساس الحياه والمواطنيه وهذا اساس البزنس. مثلا اذا انت يعني كونك رجل اعمال كبير استاذ نعمان، هيدا اساس الثقه بوطن والثقه بدوله والثقه باي شيء. قانون، تنفيذ قانون، محاسبة. أنا عندي سؤال، هل لديك شعور وبأماني وبعرفك أنك أمين وحضرتك وحضرتك الله يخليك، هل أنت اليوم قادر تنفذ القانون بمساواة؟ وأستطرد وأقول إجاك قانون مثلا السير اللي هو قانون عادي ما قدرت تطبقه، هل تعتبر أن اللبنانيين جميعا سواسية أمام القانون؟ ولا هناك من يستطيع أن يقفز فوق القانون إما يمكن بماله بالإذن من الأستاذ مش أنت المقصود يعني بس هيك لا إما لا 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 مش عم لا 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 ضبط ميكرو أنا عندي مشكلة بالميكرو إما بممارسة القوة والقوة والتمترس خلف السلاح بحيث أنك ما فيك تحاسبه ما فيك توصله أنه ينفذ القانون ولا يخضع على القانون. هل نحن امام مساواة؟ انا بدي جواب ما بدي كلمه انا ما بدي اقول خيي طيب. انا عندي وجهه نظر بس ما بدي اقول. نحن مجموعه بدنا نحاسب. انت حكيت عن ثلاث اشياء اخرها المحاسبه وايه نحن بدنا نحاسب. نعم سيدي نحن بدنا نحاسب يلي مش عم بينفذ القانون. واذا في مشكل بالقانون نحن حريصين انه الناس تكون عندها قدره على تصليح القانون بسواسيه. طول بالك سواسي ما بعدل. طبعا بعدل. طبعا بعدل يعني. طب طبعا بعدل طبعا ايه؟ بعدل. هل تعتبر انه اذا في فئه من الشعب تمتلك سلاح وفئه لا تمتلك سلاح هذه عداله؟ اذا بتريد مين هي الفئه؟ شو يعني فئه من الشعب؟ فئه هذه الطبقه السياسيه التي تحكم. اذا بتريد وينها شو يا سيدي السياسية؟ اذا بدك شيء يجاوبك خليني اجاوبك. تفضل. هذه الطبقه السياسيه التي تقتسم والتي تصادر حق الشعب. وكان عم يحكي زميلنا مروان إيه؟ قبل نتفي إيه؟ انه صحيح في عنا مجلس نيابي مدد لحاله مره ومدد لحاله مره تانية ومصادر قرار الناس هو تابع لسلطه سياسيه. بس ما
إذا بتريد. هي السلطة السياسية مصادرة قرار الناس وتملك السلاح، تملك كل أنواع السلاح، تملك سلاح المال إذا بتريد، تملك سلاح المال وتملك سلاح الفرد وغيره وغيره. كل هي السلطة السياسية شو بتعمل معها؟ يا عمي روق تقلب شو بعمل معها. أنا بدعي الناس ومنقول للناس أنت اليوم عم بتلاقي أنه هاي الحالة اللي وصلتي لها هي حالة عقيمة. صح. هاي السلطة السياسية ما في أمل منها. كنتوا عم تحكوا عن نظام قبل شوي، هاي النظام اللي عم تحكوا عنه وينوي نظام؟ لا عم نحكي، سألته أنا شو هو خاب الدلو الحديث لأنه الميكرو سبق منه الحديث. تاكي ما هيدي بدي أسألك سؤال، يعني هل في توافق حقيقي على موضوع النظام؟ يعني وقت اللي عم بيقولوا الشباب فليسقط النظام، لكن أي نظام؟ صحيح. أول شيء باللغة العربية كلمة نظام تترجم كتنتين، سيستام أو ريجيم. هيدي لغة كتير كبير أنا لإلي، وهون بدي أرجع على الموضوع اللي بلشت فيه بالأول. وجعنا اليوم، وجع اللبنانيين بمستوى الحياة اللي وصلنا له اللي هي أوطى من الصفر، لازم نعرف من وين العطل الأساسي جاي فيها. جاي العطل الأساسي أنه نحن عندنا منظومة لبنانية وصلت لمرحلة ما عم تنتج بقى. صحيح. وفيها تزامن بين السياسيين عم تحكي عنه، يعني عم يلعبوا اللعبة وعنون اللعبة. في عطل باثنين مش بس بواحد. من هون صرختكم لازم تكون، وأنا بقتلح، تتوجه على الأرشيتكتور، على الخارطة قد ما هي على الناس. من هون أنا بعتبر فوتتنا على صفحة جديدة من مجتمع سوري يخلق قيمة مضافة ما بتبلش إلا بخارطة الطريق، بتبلش بانتخاب رئيس جمهورية. تقول لك ليش؟ لأنه إذا ما عملنا هيك نحن رح نفول على انحلال لبنان اللي بنعرفه. أوعى حدا يفكر أنه هالصرخة إذا ما حولناها بسرعة لخارطة الطريق ما بتوصل إلى انحلال تام للبنان وتركيب جديدة بتوجع بشكل. وأنا هون يمكن في ناس فكرون أنه لا والله هاي الطريق يمكن هاي بتوصلنا لمشروعنا الحلو الكبير الحلم. المشكلة أنه بهالمواضيع بتبلش محل ولا مرة بتنتهي مطرح ما كان واحد مقرر لتروح. أي مواضيع؟ المواضيع يلي بتفوتك على ثورة، ثورة بلا أي خارطة طريق بتوصلك لمحلات. بس انتو ما تكونوا موافقين على هالقضية رئيس الجمهورية. في شيء كثير وقبل هيك بس بدي اقول انه بكلمة وحية اللي بدي اقول له، بس تفوت على موضوع في شغل بالعمل مثل هالنوع لازم تحط ضوابط حدود للعملية الجراحية اللي بدك تعملها. انا بعتبر العملية الجراحية لازم تصير من بعد هالصرخة الكبيرة يلي لازم تكون مليونية لتصال الى هدفها يلي هو تطوير حياة الإنسان بلبنان. هذا هدفكم الأساسي. هدفكم الأساسي ما تضيعوا. هدفكم الأساسي هو أن الفرد اللبناني يعيش أحسن، فرد اللبناني يخلق فرص عمل أكثر. نحن بدنا 30، وهون بلش العلم، بدنا نوقف الصريخ، بلش نفكر بالعلم. بدنا 30 هي لطش علي. لا بس أنا عن جد عم صرخ ولا عم صرخ. نحن اليوم بدنا 30,000، نحن بدنا 30,000 فرصة عمل بالسنة بلبنان. فيك تخبرني كيف شو لازم أعمل لأقدر أخلق 30,000 فرصة عمل؟ لازم أخلق قوانين جديدة، لازم أخلق بنى تحتية جديدة. صحيح. لازم نستقطب رؤوس أموال، مش لازم نهشر رؤوس أموال. وأنا مش عم بحكي كرأسمالي، أنا عم بحكي كشخص عم يخلق فرص عمل. أوعك تفكر الصناعي رأسمالي، الصناعي عنده مكانات ما عندهش ولا دولار، تتعرف كله بيخلق فرص العمل. هذا الفرق بينه هذا الفرق بينه وبين اللي بيلعب بالمال بالأسواق المالية. هذا عين والقانون. مهول أول شغلة لحظة شوي، تتخلق هالفرصة على العمل بدك تحط القانون، بدك تحط البنى التحتية، بدك تحط استقطاب رؤوس الأموال، وبدك تنفذ القانون ودافع عنه مزبوط. وتحاسب على القانون. هيدي كلها سوا بتصير منظومة بدها تتركب. كيف بتركب؟ كيف بدايتها؟ أنا بنظري رئيس جمهورية عظيم. تاني شيء مش خلص، مش هاد تمام مش هاد يا شب، مش هيدا. أنا عم وجهة نظر، عم نحكي برين ستورمينج بين بعضنا. يلا على الهواء. أنا إذا ما بقدر أوصل، إذا ما بقدر إشعل الشغلة هيدا، يمكن عطلي ويمكن هيدا الشغلة الميحة فيه بشغلي، إذا ما بقدر إشعل آخر الطريق على الأرض، إذا بتعلق فوق بالجو ما بتقلع فيها، بقطع نفسي، ما توخذوني يعني، ما بقدر. الفكرة الأساسية اللي بدنا نفكر فيها، هاي الفكرة بدنا نشوفها على الأرض كيف بدها تصير. لازم يكون في خارطة طريق، خارطة انتخاب رئيس جمهورية، وراها دغري قانون انتخابي جديد جديد عصري. يمكن تنجبر تعمل
تعمل عليه تصويت جماعي على الدولة اللبنانية كلها، يعني استفتاء شعبي عليه إذا كان مجلس النواب معطل، لأنه ما فيك تقول له يمكن إذا بدك تغير الطبق السياسي مزبوط لتعمل قانون انتخابي ما يكون لمصلح فريق مزبوط صحيح. ثالث شيء عم بحكي شيء عم بحكي شيء هلا نحن باسم كبير ثالث شيء بتعمل انتخابات نيابية وراح دغري تعمل وزارة بهدف أساسي بالوزارة بده يكون الانتاجية، وبدنا نغير عقدنا الوطني، بدنا نفوت على العمل، هود المليون شخص لازم يكونوا بالطريق، لازم يرجعوا ينصوا عقد وطني يقولوا انا ما بدي اعيش معك بس هيك تنحب بعض على البعيد، ايه يعني مش كل واحد يرجع على طيفته على ضيعته على كذا يغير، انا بدي اعيش معك تمام تنتج اكثر، هذا هدف حياتي، لانه بدك عقد اجتماعي تطور حياتي، بدك عقد اجتماعي ثقافه جديده عن كل العالم، بس خليني بس خوصلك للهدف الاساسي، عقدنا الوطني الجديد لازم يكون مبني على الانتاجيه، بابا نقبل بقى نقعد نبيع حكي ونشتري حكي 10 سنين ونتفاجع كهربتنا عم ترجع لورا، طبقتنا عم يتكسروا، بنانا التحتية عم تنهار، أولادنا عم بيموتوا من الجوع ويسافروا، ونحن نقول لا نحن والله بدنا نحكي بالشو عرفني بس شو قاعدتها هذه، بس شو قاعدتها يا أستاذ وائل وأحمد، شو ذاتكم يا شو تضيع يعني نحن أول أنا أول شيء بدي أشكر أستاذ نعمة إنه رجع الحوار على مكانه اللي نحن بدنا إياه من الأول، ما يعني ما كتير فوت هاي لطش علي إذا بدك صاروا لطشتين لا 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 بس هو كمان موضوع أساسي عم بسأل سؤال بس نحن هلا أين المساواة في لبنان؟ في مساواة؟ أنا الوحيد اللي ما قطشت حدا بس معك بكتير بحب إني ما الحوار يكون ما قطش حدا اليوم، نحن كتير متفقين معك بموضوع رئاسة الجمهورية، موضوع الانتخابات، موضوع إلى آخره كل هدول، بس أنت كصناعي ما عندك مشكل إذا كيف بدك تمشي العملية الصناعية، المهم بالآخر يطلع عندي انتج. المونتاج مونتاج بالآخر طالما سليم ما في مشكل، بس بروسس هذا بس برضو عكس المانجمنت أوكي خليني أقول لك البروسس تبعي، خليني أعطيك البروسس تبعي أول شيء هيدي التركيبة اللي موجودة حالياً مثل ما قال زميلنا مروان، اول شيء هي منا شرعيه كونه ممدد لحاله وما بحق الا ما بتمثلني ولا بتمثلك ولا بتمثل حدا، هي بس بتمثل هالزعماء اللي موجودين اللي قرروا انهم يجددوا لحالهم فجددوا حالهم، هاي الطبقه السياسيه كلياتها ما قادره لا تنتخب رئيس ولا قادره ان تعمل قانون انتخابات من 8 سنين من الدوره الاولى، انتوا وتقولوا هالطبقه السياسيه اول شغله بده يعملها مجلس النواب مش اللي ممدد اللي قبله انه هيدا قانون جديد، هيدا اخر مره بنستعمل الستين وبدنا نعمل صاروا 8 سنين بين النفط عنا، البلدان اللي حوالينا بلشت تطلع ونحن قاعدين نتفرج، دليل ان الطبقه السياسيه غير منتجه لانه بلشنا نقصر بس خلينا نوصل على خريطه الطريق لانه هم متفقين عليهم متى الاخير النفايات اليوم مثل ما العالم كله قالت انه كان في تعاونية معينة عم بتوزع الحصص على كل العالم، هالعالم كله اختلفت لانه حتختلف ما اختلفت على كل شيء وقفت على النفايات فقرروا يعملوا تعاونيات مختلفة ويقرروا انه يوزعوها، بس يمكن انا عشتك انت اذا بتعطوني 10 دقايق مخبطك لا محور بعد الفاصل بعد الطريق تبعنا خارطة الطريق تبعنا اللي هي كالتالي، نحن كوننا بنعتبر هذا المجلس غير شرعي فهيدا المجلس اذا انتخب رئيس جمهورية حيكون هيدا رئيس جمهورية غير شرعي، هيدا اذا انتخب ومن هون ل 100 سنه هالمجلس ما حيقدر ينتخب، فنحن بنقول هيدي الحكومه يجب ان تستقيل تستقيل ويتحاسبوا الوزراء المسؤولين عن هالملفات، ان كان وزير البيئه بكونه ملف النفايات هو اللي صرخ على العالم ووزير الداخليه اللي هو شفناه شو صار كقوة امنيه سبت واحد تستقيل هالحكومة أصلاً، على فكرة الرئيس تمام سلام قال إنه هيدي الحكومة أصلاً عم بتصرف أعمال طبعاً يعني إذا استقالت وتحولت لتصريف أعمال وهي هلأ بمسافة حكومة تصريف أعمال نحن من سنة 2005 عم نعاني من إنه بدنا نشكل حكومة يلا اجتعوا عملوا هالكومبينيشن بين بعض 8 و14 قديش بيطلع لكم قديش بيطلع لكم بيعلقوا لهم شي شهرين ثلاثة على الحقائب آخر شي فجأة تطلع حكومة وغير منتجة غير منتجة، لو منتجة ما وصلنا لهون لا بالكهرباء ولا بالنفايات ولا بالمي اللي مش واصل لعبيتك ولا عبيتي ولا على بيت اي حدا من المواطنين خلاصة خطوة بخريطة طريق انت بدك انتخابات نيابية اول شغلة بده يصير ينعمل حكومة انتقالية اوكي حكومة انتقالية يكون هدفها واضح
اللي نحن متفقين عليه بس يمكن القصص مختلفة انه تعمل قانون تعمل انتخابات تعمل انتخابات بصرفها بحق الناس انها تختار تعمل قانون كيف بس برضو بس خلي كمان بس تعمل هالحكومة تعمل هيدا القانون الانتخابي اللي هو بكل العالم صار افضل قانون بالعالم اللي هو الدائرة الدوائر دائرة واحدة كان نقوا هم المعملية بيعيد انتاج هيدا المجلس النيابي هيدا المجلس النيابي بعد ما وصلت له بعد في عندي انا ستاب بعدك تخوت عليها قبل رئيس الجمهورية بد هيدا المجلس النيابي بده يقترح على البشر على العالم على الشعب على كل الناس العقد الاجتماعي والعقد الوطني الجديد من خلال هون روق شوي من خلال دستور جديد للشعب اللبناني بيتم استفتائه من الشعب بتوافق عليه وروحوا يا جماعة انتخبوا رئيس انا هلا انا هذا خفت منه بالاول يعني عندنا نوع فكرت من أنواع المؤتمر التأسيسي لانه بتعرف اعاده التأسيس استاذ وليد انت برايك ملف نفايات ما قدروا يحلوه ملف كهرباء ما قدروا يحلوه من هون اذا ضلت هالحكومه موجوده ل 100 سنه تقدر تنتخب رئيس بهالاصطفافات اللي قائمه حنضل هيدا بده يترشح وهيدا بده يترشح خلينا متى انتخبنا رئيس بلبنان لك نحكي عمليا اي متى انتخبنا رئيس جمهوريه بلبنان نحن أول شيء بديش دائما نجد هالمرة أنه ما تعزل شيء بخارجية تعطي إشارة معينة أستاذ أحمد وهيدا الرئيس يا أحمد يا هلأ نحن مختلفين وفعليا ما أدري اولا رح يطلع عدة وجهات نظر لحظة رح يطلع وجهات نظر عشرات وجهات النظر التي تتعلق به صورة لبنان بالمستقبل العقد الاجتماعي العقد الوطني لأنه عندك مشكلة وطنية بالبلد كبيرة عميقة أعمق من الموضوع الاجتماعي وإلى علاقة ببقاء البلد إذا بيضل مثل ما هو وما بيضل عندك أنت قاعد ببركان بقلب بركان عم تتفكك فيه دول وعم تتفكك فيه بدول أعرق منك كدول وفيها حمامات من الدم يعني إذا انت عندك مش بس موضوع مساله اجتماعيه المساله الاجتماعيه معطوفه على المساله الوطنيه انا بدي اقول لك شغله سنه 2013 صار التمديد الاول لمجلس النيابي انت محق لكنك تنسى ربما وهذه جل من لا ينسى انه كان يفترض بالانتخابات الرئاسيه ان تسبقها بشهر وتم تعطيل الانتخابات الرئاسيه وصار اليوم صرنا حوالي سنة وست شهور في تعطيل أنا وين مأخذي أنا معكم بكل شيء يعني فعلا أنا بكل اللي عم بتقولوه ممتاز هلأ بالتفاصيل موضوع آخر لكن الحراك الشعبي ضروري هز هالشجرة لازم تنهز هز اللي ناس اللي عندهم شعور أنه بيقدروا يعملوا البدنية بس ما حدا يحكي معهم لازم ينهز إنما لدي سؤال وعم بحكي كأنه عم بعمل برين ستورمينج معكم من جوا كأنه مسكرين على حالنا معكم بالجمعية اللي هو السؤال كيف الجمعية حراك يعني أوكي نحن مجموعة مش جمعية حراك أوكي وبتصرف الشارع السؤال اللي ما عم بقدر لقي له جواب وبصوت منخفض اللي هو يا أستاذي هل هناك إمكانية لكي تكون هناك مساواة أمام القانون وتحت القانون ويمكن محاسبة إيه أم لا هل هناك مواطن لبناني إكس هوني ومواطن هون مثل بعضهم بالبلد في ولا لا وبحب ذكركم لأختم كلمتي إنه مثل ما تفضل وقال الأستاذ إذا ما بتشوف لوين رايح بتبلش بمحل منيح وأنا هذا اللي بخاف عليه وبتمنى أنه لازم كلنا هذا البرستور بدنا نحكي عنه لا هلا خبرك شغلي أنا خيفين كتير بالطريق بدأت الثورة الإيرانية تذكروا يا أخوان سنة 79 بدأت من قام بالثورة الإيرانية على الأرض قبل ما يرجع الإمام خميني الشيوعيين الليبراليين البازار يعني التجار المنتفضين التجار بالنتيجة على الواقع تجار الطبقة الوسطى صح. التي انتفضت على نظام الشاه اللي هو نظام ظالم وصلت في ركابها الحالي الإسلامية يعني الحالة الإمام خميني ومن مع الخميني بعد أقل من ذلك بسنة تم طرد بازرغان ومجموعته تم إقصاء تودي
يعني الحزب الشيوعي للإيراني إذا الناس ما بتعرف، وبدأت المحاكم بقيادة آية الله الخلخالي، وتم قتل عشرات لبل مئات لبل آلاف من الناس من الليبراليين، وحتى بني صدر ما قدروا حملوه اللي هو رفيق الإمام خميني ما قدروا حملوه، حتى 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 أئمه منتظري ما حملوه للمنتظري. هاي واحد. اثنين، الحرب الأهلية اللبنانية أنتوا بتذكروها، أنت عم بتقول أصغر مني، أنا يمكن ببيتك أنت أصغر مني، أنا يمكن كبير بس لا كبير بالعمر مش كبير أنتوا. يا سيدي وأنت بتعرفوها كيف بدأت؟ بدأت في الشارع بمظاهرة ضد بترومين، تتذكرها ولا بتعرفها ولا بتعرف هذه شركة السمك؟ شركة السمك صح. المناضل بصيدة. المناضل معروف سعد، معروف سعد بوجه هذه الشركة التي كان رئيس مجلس إدارتها الفخري، ما له دخل يعني جوا بتفصيلاتها، الرئيس شمعون. اليسار والقوى الشعبية والقوى المنتفضة، وكان الشهيد كمال جملات، وكانوا الكل ماشيين فيها ضد هذه الطغمة الفاسدة الكذا المدري شو. انتهت القصة انه نسينا معروف سعد، نسينا موضوع تبعية السمك، وانتهت القصة ب 200 ألف قتيل. انا خوفي، انا خوفي لا هيدي منا، هيدي مش لاقول عن عن التاريخ اللي كلنا مختلفين عليه ومش عم نقدر نروح كتير. لا 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 انه وصلت بلشت لا بس انه بلشت حركة يعني مطلبية يعني ركبت عليها وانتهت القصة. ما فيني اخذ جزء من لحظة هون لحظة وجزء من هون انا عم بختم بس عم بختم ركبت عليها قضية مطلبية، وقضية المشاركة السنة مع المورني والمورني مع السنة ومدري شو كذا والبدكي، واليسار كمان كان في يسار وحركة اليسار برنامج مرحلة الحركة الوطنية ركبت عليها القضية الفلسطينية، صراع العربي الإسرائيلي، صراع الأنظمة العربية، وزائد العصبية الطائفية اللي رجعت انتعشت، والوضع والوضع الفلسطيني اللبناني طبعا كله على بعضه، ركبوا كلهم على هولي. نسينا المسألة الاجتماعية اللي كانت عمال معمل غندور اللي ما بعرف يمكن انت عندك شهداء طبعا في شهداء وكذا طيب. واصبحت طيب. القضية 200 ألف قتيل 17 سنة من يعني القتل. متخوف من انحلال، انا هيدا اللي بخاف عليه طمني تبلش محل هذا اللي بخاف. انا بدي طمنك حضرتك اقترحت عدة ثورات، وهذا مش انتقاد، هذا مش انتقاد ابدا، هيدا وجه مش وجه نظر، هيدا مخاوف لفت نظر مخاوف انه يا اخوان خلينا مفتحين عيوننا على كل هذه العناصر، ومفتحين عيوننا على العنصر الاقليمي لانه في انفجار اقليمي نحن جزء منه. وانا بدي زيد كلمه واحده بس، بزيد كلمه واحده بس لانه بدلشنا الفكره انه عم نعمل برين ستورمينج، نحن عم نفكر شو احسن خارطه الطريق لنوصل، كلنا بدنا نوصل ذات المحل، نوصل لبلد أحسن، مستوى حياة أفضل، عقد اجتماعي بالعمق، في إنتاجية، في نفس جديد، عم نفكر سوا شو أحسن طريق تنوصل على هذا الهدف وأقل كلفة ممكنة. اللي تفضل قال الأستاذ علي وأنا 100% معه، بخاف كتير نحن عم نمشي على الطريق كلفة المشوار تصير بتوجع بشكل أنه آخر شيء النتيجة بتصير أقل من الكلفة اللي حطيناها على الطريق. من هون لننتبه كيف نمشي بهالطريق بوضع الإقليمي، وأنا بعتبر ضوابط، حط ضوابط لهاللعبة، ما نفوت بانحلال المؤسسات كلها سوا مثل ما عم بسمع هلقنيه، لأنه بهالطريق هيدا ما بعود فيه ولا أي مؤسسة، يعني المؤسسات اللي انحلت قبل إن كان اليوم فراغ برئيسة الجمهورية، مجلس نواب شبه معطل، عنا حكومة شبه معطلة، بدك تكفي على كل شيء وتقلع من الصفر. أول شيء أنا بأكد تقريبا 80% أو 100% أنه لبنان بحدوده العادية ما بقاش يرجع مثل ما كان إذا فتوا بهالعملية، في خطورة فيه إلها، انتبهوا ده شيء كبير العملية. يعني حضرتك طرحت ثورات عديدة، لا لا لفت نظر بس ماشي. لا يعني نعم. ماش أنتي قادر أوكي يعني إيه. على وقت لا بيهمني للمشاهد ما يفتكر بس أنه عم بنتي بس في أمثلة كمان، في أمثلة كمان بين لفت نظر عليها. نعم ماشي، مش رح نروح هلا لعروض تاريخية شو صاير بالعالم والمنطقة من ثورات وغيره. أنا بدي أقول شو عنده اللبناني يخسره أكثر من اللي خسرانه أصلاً؟ شو عنده اللبناني يخسره أكثر من اللي خسرانه؟ ناس عم بتنام بالشوارع، بيوت صارت سقوفها تنك، شو عنا نخسر بعد؟ طبعاً في فئات مرتاحة أكثر من فئات صحيح، بس جاي الدور عليهم. مين المسؤول؟ مين هو المسؤول؟ هاي نظرية خطرة. لا لا، إذا بتريد الناس 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 تفقر كل يوم، تستعبد على شوي كل يوم بيومياتها اليومية، بأنظمة البنوكي، بأنظمة العمل، بكل بكل بكل
إذا بدك مفارق الحياة بكل مفارق الحياة في استعباد للناس منيح. شو عنده اللبناني يخسره أكتر؟ عنده يخسر دم. طول بالك إذا لا لا هو بفضل السلطة السياسية العظيمة لا بس لا تقرر لا إذا بتريد بلا صارت مش من زمان صارت بحرب أهلية قلت لي عم تفضلت وقلت أنت جيت 200,000 قتيل معلش خلينا نقول اللبناني أوصلته هاي السلطة السياسية نتيجة ممارساتها الرائعة إلى لا مكان حطته بالزاوية وقلت له رح ضل أقمع فيك ورح ضل ذل فيك شو عنا نخسر بعد نحنا؟ هيدا إذا بدي أحكي بهي المنطق وهي منطق صحيح يعني برأيك الثورة الشاملة يعني ضعيف لا لا أنا مش هالي عم بطرحه بليز خلونا شوي شوي لأقدر وصل وجهة نظري. شيء تاني هل يجوز بكل موافقتك على كل اللي قلناه هلأ من شوي تقول لي إيه بس انتبهوا ما تغيروا هيك مين بده يغير اول شيء لا بلا انت عم بتقول لي انتبه عم بفتح لك نظرك برضو انت عم تقول للناس على الهوا بفتح لكم نظركم ايه؟ انتوا مظلومين بس ها انتبهوا اوعى ترفضوا هذا الظلم بهيك شكل لا عم بقول لك ارفض كل شيء يا استاذ عم بقول لك ما نحن عم نقدم لك طرح اذا بتسمع انا عم بقول لك عامل الجميع لا بس لانك عم تقولني وانا طبعا. بريد انه ما تقولني شيء فعلا انا ما قصده ما هو انا فهمت عليك هيك يعني ممكن لذلك عم بقول لك انه بليز ما تكمل ابعد لانه مش هيدا اللي عم بقوله اللي عم بقوله هو الامر التالي وسالت سؤال ما لهلا من اول الحلقه لليوم ما قدرت لهلا ما قدرت اخذ عليه جواب كيف تستطيع ان تقاوم وان تواجه القوى المنظمه داخل هذه السلطة وأنت عندما تتحدث بالسلطة تتحدث عن كل السلطة من هون لهون يعني كل السلطة كلون. عظيم كلون. إذا كل هذه السلطة قوى منظمة إيه؟ لا 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 في قوى منظمة وتمتلك أنت تتحدث عن كل السلطة وتمتلك عنصر القوة يعني بالنتيجة عم بيقلك أنه فيك تنتقد حزب الله لا مش هاي الموضوع والسيد حسن نصر الله بلا هذا أصله أنت هيك أصله لا أنت يعني تكون أنا واضح أكثر منك أنت بدك تقلب فلان وفلان 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 والأحزاب الفلانية أنا معك لبا كلها مش فارقة معي أنا يعني شخصيا بالعكس أنا بهمني أنه التغيير ممتاز تفضل انت بدك تقلب السيد حسن نصر الله وحزب الله بالبلد ايه او لا انا بدي اقلب كل هاي السلطه السياسيه مين منا اذا بتريد حزب الله والسيد حسن نصر الله كل مكونات هاي السلطه السياسيه سميهم انا مسؤول اني حاسب كل منظومه الفساد المسؤولة عن وجع المواطن وعن الم المواطن اذا بتريد اذا بتريد اذا بتريد معلش اذا بتريد هي او لا يا خيي اذا بتريد حضرتك حضرتك تسمي يا عمي لانه مش انت بتقلي انا شو بدي اقول انا بدي بس انا عم بحتكم للناس انت عم تقلي بدك تحاسب ما بدك تسمي لا معلش للناس لا تريد ان تسمي لا مش مزبوط يا استاذ انت تسمي طب خلص ما بدكش تسمعني بدكش تسمعني اذا بتريد يلا انا سامع انت عم بتقول في منظومة فساد وموافق عليها منيح رئيس الحكومة قال بعظمة لسانه في منظومة فساد وفي رشاوة وفي سرقة بهاي الحكومة من كم يوم يعني مش من زمان انت مش عم تعمل يوم الأحد مظبوط ليك بدك بدنا نسمع بعض يلا كمل استاذ وائل بس اختم ايه يعني وصل الخلاصة معك ماشي طرح كتير بسيط في حراك شعبي عم يشتغل وعم يتفاعل وفي كتير ناس عم تتفاعل معه ليش بدي روح أنا هلأ لأقول للناس خافوا من هيدا الحراك لأنه في فلان وفلان وفلان لا ما تخافوا أنا بدي إياك تتشجع أكثر طول بالك إيه طبعا نحن متشجعين بدي إياك تروح لا لا نحن بدي إياك تروح نحن أصحاب أمل إذا بتريد مثل ما بتروح على بلدية بيروت تروح على بلدية الغبيري طول بالك على بلدية على كل البلديات طبعا بنروح على كل البلديات تروح طيب لا عم لك بنروح بتقلي على التمام سلام وقلت لك سؤال عند السيد حسن نصر الله بس خليه يكمل بس عندي اوكي هلا وضح كمان سؤالك وما عم بيجي ماشي استاذ بس كمل ماشي نحن عم نقول هي حراك شعبي يتطلع الى انتاج حكومي بديلي مين اعضائها اعضائها كل من هو غير مشارك في هذه السلطة السياسية الفاسدة جميعهم
طب كيف بدك تنقل؟ من وين بدك تجيبه؟ معلش في كثير في كثير عمليا عمليا كيف؟ يا استاذي طول بالك انا بتمنى انتبه احلى شيء الا نشوف هيك نوع من الحكومات ماشي بس كيف تعملها؟ البلد كله اوادم يا اخي بس كيف تعملها؟ لا معلش البلد كله اوادم والزعران قليل بالبلد هولي الحاكمين يا حبيبي طيب ماشي بس, بس كيف تعملها؟ انا معك بس خليني اكمل لا عفوا هي حتى دستوريا كيف تعملها؟ انا بحكي دستوريا كيف بدك تشكل حكومه؟ ما فيك تعمل استشارات ما فيك تقولوا لي دستوريا كيف بدي شكل الحكومه اللي عم نطلب تكون مكوناتها غير مشكله ليش دستوريا شو في ماشي بالبلد دستوريا اذا بتقول لا في عندنا مجلس نواب دستوري ولا في عنا حكومة دستورية ولا في عنا رئيس جمهورية ولا في شيء دستوري بالبلد كل ما يخطر على راس زعيم بواسطة معينة بيعمل اللي بده إياه بتنفذ معين بيعمل اللي بده إياه ما في شيء ما حدا منهم سألين على الدستور بيحكوا بالدستور ومش سألينين على الدستور نحن منطالب إنه الشعب اللبناني يكون عنده القدرة المباشرة على إنتاج صوت كيف يا عمي جايك ايه تفضل روح شوبنا يا استاذ وليد شوبنا طيب شوبنا من الحكي ومن التبريد كله مشوبين نحن منطالب يكون في حكومه انتقاليه مكوناتها كل من هو غير مشارك في هذه السلطه السياسيه يعني من شو بديش روح بالاسماء احلى ما تقولوا عم نعمل دعايه لا تاخذ الثقه في عندنا شخصيات في عندنا شخصيات تملك ثقه شعبيه بالفطره عندك دكتور شرب النحاس عندك الاستاذ حنا غريب وفي كتير غيرهم وغيرهم من اصحاب المصداقيه ومن اصحاب التجربه والذين جربوا امام اغراءات راس المال في هذه السياسه والاستاذ نجاح وكيل ما تنسي لي على سلامته ليش طبعا لازم يعمل رئيس وزاره طول بالك ماشي الحال هلا هي السلطه السياسيه هذه الحكومه الانتقاليه عندها وظيفتين بس اولا تحضير لقانون انتخابات واجراء انتخابات قائم على مبدأ أوكي. نسبية ودائرة وحدة وغيره وغيره ثانيا الإشراف على إجراء انتخابات هاي الانتخابات تنتج سلطة تنتج سلطة من الشعب فعلية طيب. تملك صلاحية طرح دستور للاستفتاء كمان من الشعب طرح حلو بس المشكل يعني المشكل إنه كيف بدنا نوصل له بالدستور يعني اليوم ما في رئيس جمهورية حتى يجري استشارات ما دام ما فيك تجري استشارات كيف بدك تشكل حكومه هون السؤال كم كيف يا كيف يا ربي جماهيري كيف تعملها بس يا ريت عمليا كيف بس ليش بتعرف شو ليه ما بتعملوا حكومه منبثقه من هذه التظاهرات احسن شيء لحظه لا اذا تزعل معلش حضرتك عم تطرحه لا ليش لا انتم هون عم بتجربوا كمان ببعض الامور تحشرونا لا ما عم نحشر في الناس يعني نحن الناس مع الحراك نحن مع حراك بس عم نسأل عن خريطة الطريق إذا تريد يلي ما أنا بعتبر حالي معكم عم فكر كيف بس بدأ كيف كنت صاروا كيف يعني ماشي بس عفوا يا وائل نحن ما عنا منا حزب منظم عنده استراتيجية من هون لـ80 سنة شو بده يصير مزبوط نحن هيدا حراك شعبي يمكن أنا اللي طالع معك اليوم ما مني متعلم بس نزلت على الحراك مش هدف ولا مش نحن اللي جايين نقول لك انه من هيك عم لك كلنا مبسوطين مش هون بدها تصير استاذ علي طرح سؤال كثير مهم كلنا مبسوطين على بعض بس كلنا مبسوطين بالحراك بس بالنتيجه الناس بدها هالناس اللي عم تنزل عم تتحمس وبدها التغيير بس بدها خريطة الطريق للتغيير كيف بدنا نغير تكون عملية هذا العملية مش طريقة هذا انتم صرتوا مطالبين فيها هيدا عم نقول يعني بدك نقول لك هلا بنروح بنسمع بعد شي نص ساعة من جوج الأفكار لا يمكن يوم ويومين يمكن تتشكل الحكومة من قضاة يمكن تتشكل الحكومة من ما بعرف من أمنيين يمكن في كذا حال ممكن اللبنانيين كحراك شعبي يلاقوا الطرح الأنسب لتشكيل هالحكومة إذا العالم بيختلف بعض تعرف أنا بدي أقول لك مزبوط هلأ الطريقة اللي عم نحكي فيها عم تحكوا فيها أنا خايفين هاي تأثر على عدد الناس بكرة وبعد بكرة رح يخفوا شوية رح تشغلهم بالهم تعرف شو اللي بيأثر عدد الناس هاي الكلام اللي عم تقوله لازم تكف لازم لازم يكفي هذا الحراك لازم يكفي لا الناس موجوعين لازم يكفي أنا خلينا دخيلكم انزلوا لازم تدعيوا انزلوا بتجاوب بلا فوز هالسؤال فوز هالسؤال ومنجاوب عليه وإنما بعد فاصل إعلاني تاني لهذه الليلة
كنا توقفنا قبل الفاصل الإعلاني بسؤال لإلك أستاذ أحمد. تحت الهواء أكثر من فوق الهواء. عم بضل يعني بزيت الحماوة. بس يلا منيح منيح. شو كان بدك تسأل أستاذ علي سؤال؟ لا بدي جاوبه على سؤال وأسأل سؤال. طب يلا جاوب. سأل سؤال هو على ما حدا جاوبه عليه على قصة إنه كيف بدك تحاسب. ايه؟ وإحنا يمكن جايين من أصلاً ذهنية بدنا نحاسب نحن. خلي تكون ملف النفايات اللي حرك ضماير العالم من خلال بداية من خلال مناخيرها إذا بدك أو من خلال أمراضها وجلدها خلال التلوث وعيونها المنظر أكيد 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 إنه يصير هالملف هو ينوضع على الطاولة ويا جماعة تعالوا شوفوا مين هالفاسدين بهالملف وين الغلط ليش وصلنا لهون مصبوع. وين الغلط اللي صار مين اللي نهب إذا كانت شركة سوكلين سرقت فتحاسب مين بده يحاسب إذا كانت في ايه هلا ينعمل كمان القضاء اللبناني بيحاسب نحن ما بنوثق بقضاء لبناني اذا ما بنوثق بقضاء لبناني كمان بنرجع نطلع لبرا عظيم بس في قضاء لبناني موجود خلي حاسب يتحول القصص على الهيئه الماليه للمحاسبه والى اخره عظيم أوكي. يكون هالملف موجود شكل نموذج وكونه نحن بنعرف كلنا بنعرف انه كل اجهزه الفساد اللي موجوده بالبلد مرتبطه بشبكه عنكبوتيه معينه بما فيها القضاء والعسكر والبلوط وكذا هذا هيك شو هلا ما عم تقول كنت انه القضاء سوري خلص طبعا انا بسال شيء وعكسه يا استاذ علي عم بسال يا حبيبي على القضاء قلت لك روح لبرا انا مستغرب شو هذا الكبوتيه اللي موجوده في قضاة كل العالم بتعرفهم انهم محترمين وأوادم ما في شك يعني فيك تروح صوبهم بالمحاسبه خلي هالملف يكون اذا بدك بوابه لنبلش نفتح ملفات هالفساد قضائيا مش سياسيا خلي يكون هالشي قضائي نعم. مش انه نفوت انه هيدا ناس وصلنا لكن على موضوع النفايات سؤالي انا بالضبط سؤال اللي عم نقوله انه موضوع النفايات اذا كان بادرة لفتح ملفات صدقني هالطبقة السياسية كلها حتتكشف قدام العالم هالحراك اذا كان مستمر خلال هالمحاسبة العالم كلها كلياتها حتكون ويجب ان يستمر مثل ما قال استاذ نعمة حتوصل لملايين بالطريق تقول انه كل هالطبقة ما بقى بدنا اياها وقت اللي تروح على قانون انتخاب جديد حضرتك بدك تحت الهواء خارطة الطريق وفينا نتناقش فيها نروح على قانون جديد برأيك بعد ما تتكشف كل هالقصص بعد المحاسبة العالم حترجع تنتج تتخذ الشيء لا أكيد لا زيت الفاسدين زيت العالم اللي عظيم وضح هيدا حرامي إرجع وصلنا لموضوع النفاق الوعي بيصير بخبر العالم العقد الاجتماعي باختبارك الوعي والعقد الاجتماعي عند الناس بيصير أوعى هذا كلام جيد بخبرتك واختبارك أنت عشت قصة المناقصات عظيم فتوا بالمناقصات ربحت المناقصات 24 ساعة هلا خليني أخبركم قصتي أنا مغامراتي يعني أنا والنفايات شو شو النتيجة اللي اكتشفتها يعني شو النتيجة اللي اكتشفتها بس قبل لأنه أول هيك يا خي لحظة شوي لا 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 أنا كشفوا قبلك النظام أنا بشتغل 10% بالبنك ليش تسعد فيه ورحت تقدم مناقصة لك لأخبركم القصة لأنه هذا الفرق هذا الفرق بين شخص صناعي عن شيء تاني الصناعي ما بيقدر يشوف شيء ما يدق فيه ما يحرتق فيه ما فيش ينظر هيك بس على الفاضي نحن خيي اندافكو جروب بتعرفوا اندافكو جروب طبعا نعم اندافكو جروب 90% منا بريت لبنان و10% بلبنان ولكن ملتزم بهالبلد لاخر نقطه دم وانا بقول لكم معروض علي يكون بكل العالم وانا مستعد موت بلبنان مش بس عيش بلبنان موت للبنان هالقد من هون الا نحن من 4 سنين لانه عندنا خبره بواسطه الويستو انرجي بامريكا شفت انه مشكله الزباله بلبنان مش طبيعيه من 4 سنين عملنا 3 مؤتمرات مع اتحاد البلديات بالمنطقه عندنا يا اخوان خلينا احنا انا والبلديات احنا مصوب اهليه محليه بنوفر لكم بنوفر لكم 160 دولار بالطن من صندوق البلديات بنعمل لكم حل رسمنا لهم اياه تمام نعمل تاخير لك روح شوفوا جينا تنمضي مع البلديات ما في رئيس بلديه بحق له بالقانون اللبناني يمضي اكثر من مدته ما البديل تتغير يا خي هذا المشروع بدك تتفق بدك تك 10 سنين تتعمله يا خي انا بحقل بسنتين بس رحنا على اجتمعنا بالبنك المركزي سيد رياض حضرتك سنة. كيف 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 فينا عم تحلم برياض الاسعد لا لا عم بحكي رياض سليم رياض سليم سوري بحكي على تويتر كيف فينا نعمل كيف فينا نعمل بيضلوا هلا انا عم خبركم هذا التاريخ عن جد حتى بتزكزك جارك كيف فينا نتفق لا بس هي قصه كثير مهمه كيف فينا نتفق خي كيف فينا نتفق سوري هذا تويتر كيف فينا نتفق انه نيه مع البلديه لانه نحن في بدنا نأمن له توظيف مالي بترد حقه ب5 سنين ورئيس البلديه بضاين سنتين في شي طريقه فيك انت تكفل
هلا قال لي لا خيي نحن ما فينا، بدنا قرار مجلس وزراء تيقلنا نحط نستعمل صندوق البلديات. رحنا على مجلس وزراء لا ما فينا قانونيا، بدنا نعمل خطه طويله عريضه كذا. علقت هون العمليه قانونيا وقفت. السؤال بس مزبوط ما فيهم قانونيا ولا ايه ما هاي اللي فهمتها مع انه صايره قبل لانه حجه ما لا ما بعرف هلا ما بعرف لا بنعرف كلنا بنعرف انه صايره قبل. لا تحكي عن سوكلي ايه طبعا مين عم بيحكي لا ما هي اتفق ما هو قال لك مجلس وزراء كامل هيك قالوا ماشي الحال انطرنا بس شفنا يعني ما شفتوه قانونيا اذا مزبوط بلا بلا قالوا قالوا انه بده قرار مجلس وزراء لكل بلديه اوكي يعني ما بتزبط يعني ما بتزبط هيدا جواب يعني عمليا وصلنا على المناقصه وصلنا على المناقصه انا بس شفت هالمناقصه ايه شغله اول شيء لا مركزيه بس لاحظتوا فيها فيها أمزة نوعية كان على أساس كل لبنان دكمة تقصمت هاي شغلة حلوة لا مركزية. تاني شيء في شراكة ديريك بين القطاع العام والقطاع الخاص أنه بيجي القطاع الخاص بحط شو اسمه البلديات بحط مصاري القطاع الخاص بحط مصاري وتكنولوجيا والبلديات وكذا وكذا قدموا العروض جابوا لنا دفتر الشروط يعني انفستمنت 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 كتير كبير وهلا رح نحكي فيه. جيت أنا تفاجأت أنه ما في ناس كفاية بدها تنزل بلبنان بالمنطقة. ليه؟ لأنه لبنان صار خطر كتير توظيف فيه كتير دقيق. أوعكم تفكروا أنه أنتم فيكم تستقبلوا رؤوس أموال هيك على لبنان بلد كل الناس تهرب منه ما التقى واحد أجنبي واحد شفتوا ما نحن ينزل بالمناقصة تعرف كل هول الأجانب اللي نازلين بس نحن جبرنا ما بيأمنوا للسلطة السياسية أكيد لا 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 تأكل منه والريتورن لأنه بدهم ياكلوا من هذا الفرق ما في استقرار هذا الفرق تصور أنه كل الأجانب يعني بيزورنو اللي هو معنا هذا في ستة سبعة قال لي خير احنا ما بدنا حتى نملك نحن بس بنعطيكم استشارات وبس يعني ما بده ريسك ما بده ريسك هي ما بيأمن البلد لو شو ما بتعطيه مهم بدنا نحل المشكله بدنا نشيل الزبالة من الارض عملنا هالمشروع لانه نحن برجع بقول لكم ملتزمين 100% انه نقدر هذا البلد يصير يشبهنا يا خي مش معقول ما يشبهنا يشبه حدا غير اللبنانيه عملنا فتنا بهالمناقصه ارسمنا الخارطه الاينه دفتر شروط مرعب انا ما حدا شايف دفتر شروط يعني شو بدي اقول لك مرعب او واسع واسع خلي. غير دقيق لا لا مش غير دقيق بس كومبليكيه بشكل انه مثلا عاده في يكون الجمع الكولكشن كونترا والتريتمنت كونترا عملوا جمعوا مع بعضهم واعطونا سعر على الطن طيب فهمنا بعد شوي الكنس ما هذا هو شو خاص الكنس يا خي بعد شوي قال الكنس بدكم تكنسوا بتاخذوا المنطقه بتقيسوا كل متر كل طريق كل ساحه كل ساحه بتحطوا كم كيلومتر مربع مطول زائد كم كيلومتر مربع ساحات وبتقولوا لنا كم شخص بدكم تكنسوا وبتحطوها بتحطوها رقم كامل لمبصم يعني مش لانه هيدا مش بالطول يعني عندك تسعتين بالمتر مربع ومتر الجار نعم لا وهداك مش متر الجار هداك اخر شيء بتقول له لمبصم وبتخلي بعدين البلديات فيها اذا بدها تقول لك انا ما بدي كنس طب لك شو حطيتوه هيدا ماشي الحال هلا فهمت يعني انا اخذت معي وقت تفهمت اللعبه التمثيليه كلها لاخر بس خليني رح اوصلك على الاخر ايه. وصلت اخر شيء تقدموا هالطلبات سعر الكنس وسعر هيدا بالطول بيجي على فتح العروض بياخد سيد السعر الرمصم تبع الكنيسة بيقسمه على التوناج من تاني ميل وبيفوتوا بسعر التوناج يا خيي ليش؟ ما فهمناش ليش قلنا والله شو في اختراع ما فهمناش فهمناه بعد اربع ساعات يعني بيجمع كل المراحل كل المراحل عم يشتري بطاطا وبندوره حطوا مع بعضهم وقال له خيي كيلو البندوره هالقد يا خيي ما هيدا في نص بطاطا شو حطيتوا بتعملوا تقول العالم كله تقول العالم هيدا اغلى سوكلين تقول انه هيدا على فكره السوكلين ما بتكنس يعني انا بمنطقتنا ما بتكنس بتاخذ 160 دولار على الطن طلع معنا سعرنا نحن موظفين هذا مش اختصاص البلديات لازم يكون هيك نعم ليش البلديات كمان مش من اختصاصها سياسة كلمة زبالة اكيد بس لا بس في شغلة مش من اختصاصها تجمع نهايات ممكن قبل مركزية اكيد انا بقول لكم الحل الانسب نتعامل مع البلديات بغطاء قانوني من الدولة المركزية قبل الحل شو خلاصتك خلاصتك من بعد هالمناقصة نحن وفرنا بكسروان وجبال والمتنة اللي عشتها انا وكل مناطق كانت مثلنا تقريبا ارخص بس نحن موظفين مبلغ فوق ال 130 مليون دولار تنعمل ويست تو انرجي لنصير زيرو لنشرح الويست تو الويست يعني كيف تحول الطاقه الزباله لطاقه لطاقه باقل ضرر ممكن على البيئه باحسن ضرر باحسن نوع للبيئه من كل شغله لمطامر وتعمل زيرو لاندفيل تعمل صفر مطامر تتعمل هالشيء بدك توظف مصاري تتوظف مصاري بدك تستقطب رؤوس اموال اخذنا ريسك لانه بنحب هذا البلد
طلعنا اخر شيء نحن اغلى من سوكلين موفرين مع الويست تو انرجي مع 80% نحن بنطمر تحت ال 10% سوكلين بتطمر فوق ال 80% سوكلين مش موظفه ولا دولار باخر 10 سنين نحن بنوظف 130 مليون نحن سعرنا 123 دولار سعر سوكلين 160 دولار بالطن الفرق فوق 30 دولار بالسنه بنوفر على كسروان جبال والمتن البلديات فوق 13 مليون دولار كل سنه مقبيل هذا عرض وهذا عرض طلعنا اخر شيء ليش صار هيك طلعنا اخر شيء ليش صار هيك يا اخي انا بنظري ايه؟ كانت عمليه كلها سوا هيدي تمثيليه فيلم امريكي طويل تيقولوا اخر شيء انه سوكلين شكرا سوكلين تعرف شغله انا بحب سوكلين خي صار نتيجتك كانت عم تشتغل على الارض اوكي بتعرف شغله بس اعطيني مع اتصال مع اتصال هاتفي ضروري انه اخذوا استاذ ادوار بحوط عن شركة لافاجيت كمان بدي اقول مدخلته بهالموضوع استاذ ادوار مساء الخير ما حدا قال عنه استاذ ادوار مساء الخير استاذ وليد تفضل ومساء الخير لضيوفك وللمشاهدين شكرا لك طبعا شكرا. استمعت للي قاله استاذ نعمت فريم هل بتوافقوا اول شيء على التوصيف وعلى النتيجه لك على التوصيف وعلى النتيجه انا بوافق الراي لانه اللي عم بيقوله مزبوط بما انه الحكي بموضوعيه حبيت انا كمان نعرض بعض الارقام اللي تفضل استاذ نعمت ويمكن حكي شوي عنا وقال الوضع بكل المناطق اللي هن قسموها لست مناطق بلبنان الوضع ذات الشيء يعني الشركات اللي بدي سميهم هودي فدائيين فدائيين لانه اجوا عم بيحطوا مصاري بلبنان مثل ما قال الاستاذ نعمت عنده 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 انفستيسمون نفقات استثماريه فوق ال 130 مليون وما بفتكر ولا شركه عندها تحت ال 100 مليون يعني وقت بيجي واحد يحط 100 مليون بلبنان بالحالة اللي عم نعيش فيها منا قليلة لذلك بحب أوضح أنا بعض الأرقام اللي هي خلقت لغط وعلى أساسها مثل ما تفضلت أستاذ وليد وقلت بالمقدمة تبعك إنه بظرف 24 ساعة أعلنوا مناقصة من الشركات الربحاني وتاني بعد 24 قالوا لهم لغيناها مظبوط مع كل التعب اللي عملوه بدي بس ضوي على أربعة نقاط مهمة وبعدين فوت شوي هيك بالأسعار لا إذا بتقل الأربع نقاط بس تطلع بالخلاصة لأنه ما فيها الأد وقت تفضل أوكي في عنا النفقات الاستثمارية مثل ما قلنا بتفوق ال 100 مليون دولار في عنا فترة استرجاع الكلفة المعالجة تبع الكلفة الاستثمارية هي 7 سنوات حطينا بدفتر الشروط هيدا شيء فترة كتير قصيرة ما حدا في يحط هيك استثمار كمان عشان هيك هي بتترجم بالدولار بير تون بسعر غالي كتير ثالث نقطة هي انه الشركات هي بدها تقدم الارض وتدفع لشراقة او اجار الارض او غيره تتحط مطمر وتتحط معمل بعدين حاطين بدفتر الشروط للحقيقة شروط شوي تشغيلية مع معايير أداء كتير عالية ما فيك تقارنها مع شو عم بصير اليوم إذا بدي أحكي اليوم البرفورمنس كريتيريا إذا بس بدي أخذ شو عم بيعمل المشغل الحالي عم بيطمر بين 80% و85% دفتر الشروط بده يخليك تطمر 25% لذلك ما فينا نقارن شو عم بصير هلأ بمكان يمكن أن يحصل أوكي. صحيح ما فيك تقارن بشو عم بصير اليوم بشو هن طالبينه أوكي. لذلك إذا بيجي بس تقارن أنا أخذ وضعنا ببيروت نحن كشركة قدمنا عرض متكامل من الجهة الإدارية من الجهة التقنية ومن الجهة المالية إذا بيجي نقارن الأرقام نحن منقول عنا تقريبا 115 ل 116 دولار بالطن مقارنة مع شو عنده اليوم المشغل الحالي 131 دولار بالطن علما بدي ارجع اقول انه هال 115 دولار بالطن فيه تقريبا 35% اذا مش اكثر نفقات استثماريه يعني انفستمنت بدي ارجع استردهم بسبع سنوات انا بتعجب كيف اللجنه اللي جابت استشاريين طويلين عارضين مع احترامنا للكل تيعملوا يجوا يقيموا العروض التقنية لهالشركات وقالوا هيدي ناجحة وهيدي ساقطة والفعل رسبوا كم شركة لأنه ما قدرت ترد على دفتر الشروط
بيجوا بظرف 24 ساعة بلا ما يفوتوا بالتفاصيل المالية قالوا لا السعر كتير غالي نحن ما فينا نكفي بهالمناقصة. طب استاذ ادوار بس اذا بدك تختم يعني الخلاصة انه بالنتيجة برأيك لا يصار هيك، في دفتر شروط صحيح، في دفتر شروط استاذ وليد، في دفتر شروط نحط من قبل استشارة بتوجيهات مجلس الانماء والاعمار وافقت عليه اللجنة الوزارية المنبثقة من مجلس الوزراء اللي هي بدها تحط اللي هي وافقت على دفتر الشروط، عرفت سؤال. شو هي المعايير الاداء اللي حطتها، مش معقول تنتظر وقت تطلب انت لامبورجيني مش معقول تنتظر يجيك غير عربية حقها 20,000 دولار. أوكي. بس انا عندي سؤال للاستاذ بحوت بس تنفهم ونفهم القصة، اليوم حكينا جاوبت شو ليش صار هيك، السؤال اليوم ألغيت هذه المناقصات استاذ بحوت، من الآن من هلا وبالرايح لوين رايحين؟ طيب زبالي رح تضل، المشكلة السياسية الاجتماعية بالبلد اللي متفجرة باقية وكبراني، عمليا شو بده يصير هلا؟ استاذ حميدي ثانكيو على سؤالك بس الجواب اكيد مش عندي. انا بقول لو كان مثلا اللجنه الوزاريه اخذت شوي وقت وعملت تقييم للحقيقه بالعمق للعرض المالي كانت فيها تيجي تقعد مع كل واحد ربح لوت من هالمناطق وقالت يا خي طب نحن هيدا بدنا نخففه شوي، هاي بدنا نزيده شوي، هاي بدنا نعمل، ولكن وصلت اليوم لحط محيط مسدود ب 24 ساعة أخذت قرارة تلغي المناقصة. نحن يعني كان عندنا من هلأ لو مضيوا مثلا مع أي شركة في عندنا فترة 6 شهور تنطلع بحل. جيبوا أوكي أستاذ إدوار بحوت عن شركة لافاجيت، شكرا لك. نعرف جوابك أستاذ نعمة، بدي أعرف رأيك أنت أستاذ نعمة، بدي أسمع رأيه بالموضوع بس بدي أسمع رأيك. بدي أرجع أنا بدي أحكي بطريقة عملية، وبتعرفوا أنا بشكر ربي انه انتهت هيدي هيك لانه صار في خطر كثير كبير، نمت مرتاح بالعكس لانه خطر كثير كبير علي يعني كمسؤول كان بدك تلاقي مطمر كمان لا المطمر كان على اساس عليهم وانا على حال بدي اسالي رجع صار عليك؟ لا قالوا اول شيء انه بس على اساس هني عليهم بس انا مش عايزهم اصلا بعد سنه انا ما بدي مطمر لانه عمل ويستو انرجي بس على كل حال الفكره هي انا بنفكر عمليا لانه احنا اولاد ام الصبي انت بدك تجيبه على سؤال سؤاله يا خيي لوين لوك اب ايه ما هذا ايه. هلا لوين من هلا هلا لوين رط هلا عم جاوب بس عم جاوب على غير شيء لا لا يا خيي عم يتني علي لا بدي جاوب عليه لوين عم فكر بطريقه عمليه ايه. انه هاي زباله بالطريق وانا بدي حلها بكره ما فينا كل نهار نتاخر ما بنحلها بطريقه سريعه عم نزيد مكبات العشوائية بلبنان كله يعني لبنان صار فيه بتضيع أمراض ومكبات عشوائية صار فيه أكثر من 15,000 وجاي شطة سو أنا بلاقي مع كل الوجع اللي حكيته قبل عن سوكلين أنا بحمل مسؤولية لازم سوكلين على 3 أشهر لأربعة أشهر تضل ترجع هي تتولى الأمر أنا بس بأي مطمع لحظة وصلكم على المطامة ما أنا عارف وهو عارف شو نوع نطرني انا بدي اقول لك شغله حل المطامه مش صيدة بدك تنقي بدكم تنقوا بلبنان 4-5 مطامر اراضي تدرس جيولوجيا وين المطامر لازم تكون وستة مكرر لا ونخلق مطامر صحيه المطامر مين نحن بدنا ننقي يا خي الوزاره الدوله اللي بعد فيه قبل ما تنهار كلها سوا على الاخر لانه عم نحكي لنا الزباله في مناطق اراضي لازم في اراضي تنعمل مطامر صحيه سنتر دونفيسمون تكنيك هيدا مش مكب مش يعني نحمل كبيره مكبه في دراسه لها طويله عريضه ما بيطلع ولا نقطه ريحه ما بينزل ولا نقطه مي تحت الارض عندك قدامها بركه بتعملها خاصه لطلقه المي اللي بتطلع منها بهالطريقه وهي بدها 3 أشهر بتعملهم بثلاث اشهر تعمل مطامر تعمل مطامر صحيه بكل مواصفات يعني انا اليوم بعده مناطق بكل مناطق بعده مناطق بس على كل حال بس 5 أو 6 وهودي بيكون قرار مركزي انه خدنا هالقرار وبيتنفذ بالقوه لانه هيدا شغله صحيه عندك 3 مليون بني ادم عم يموتوا من الصحه رح يموتوا من الزباله نحن اليوم
وزرفتت البلديات يا خيي لا ما فيها ترفض في سلطه مركزيه وين في المصلحه العامه انا تبو عم بحكي هلا اني كناشط بيئي اذا بدك اذا هذه الكلمه الجديده طالعه انا صناعي ولا ناشط بيئي ولا شو لانه الصناعي والناشط البيئي عاده مش صعبه 100% اول شيء ناشط عاده مش كثير صعبه لا لا بالعكس هن لازم يكونوا اساس الصناعي صديق البيئة ولا مش صناعي مزبوط شو هالحديث هيدا احنا اليوم تجارب لا مش بالعكس بالعكس هاي الثورة الصناعية هاول كذابين في اوروبا هيدي ليش كذابين فيها فيها في نتائج تلوث هائلة بالمجتمع ايه وفي ضحايا من وراء الصناعات وفورة الصناعات انا هلا بدي احكيك جمعية صناعيين خيي سابق صناعة بلبنان اقل شيء ملوثة المجرير ملوثة بلبنان كل شيء ملوث جنراتورات الا الصناعة صناعة بلبنان اقل شيء انا بتحديكم شو هي الصناعة اللي عم بتلوث امام المجرور يلي فالت بمياه الجوفية تبعك لكل بناية صناعة الكهرباء بالزوق صناعة لا صناعة الكهرباء بالزوق او صناعة الجنراتورات بالاحياء لا وصناعة التراب بشكة هم انه ملوثين لا كيف لا؟ لا انا بقول لك اذا بتفوت حط روح جيب هلا اني معدلات شوف شوف الدوخين تبع مش الزوق شوف الدوخين شكته شو اليوم الدوخين شكه اليوم ودرسها وخدها مزبوط باكد لك انا فجر انا درسناها وقتها والاثر البيئي وشوف وزاره الاثر بيعملوا اثر بيئي وشوف الرقم طيب اذا سكلي بنرجع هلا دوري انا اعطيتكم ايه دور واحد اثنين بعد انت انت بس انا اعطيتك دورك انت هربت من انا ما هربش انا بالعكس اللي بدهم يعبروا انا ما عندي مشكله بدي احكي شيء عم بحكي شيء عم بدكم بس بدنا ناخذ فاصل بدكم سانتر دون فيسما بدنا منا خمسه او ست مطامر بلبنان صحية بكل معنى الكلمة قرار مركزي قرار مركزي يتنفذ بثلاث اشهر لنشيل الزبالة من الطريق بس ما بس ما خلصنا بعد من بعد ما تعمل هيك بعد ست اشهر بعد بتكون بس عملت المطامر بعد ما لنا ثلاث اشهر او ست اشهر لسوكلين فكانت البلديات اخذت خدعت عملنا كادر قانوني للبلديات لتقدر هي تعمل اللم والمعالجة وتاخذهم على المطامر اللي بيكونوا هيك وبهالطريقة بتكون شلت الكونترا من سوكلين واعطيتها للبلدية طيب بهالوقت شو بنعمل؟ ثلاث اشهر وست اشهر ما قلت لك ثلاث اشهر ست اشهر مع سوكلين بهالوقت بنكون عملنا مطامر بس ما عندها مطامر هلا سوكلين ما عندنا بنبلش بالمطامر هلا ايميديتلي ايه بس بهالوقت وين بنحط الزباله؟ بنحط بالمطامر ما عندك كلمة تروح بس على بس هلا مطمر بدك صح يعني. تروح لا بقى شهرين ثلاثه لما تنصح بعدين في حكومه بدها هيدا اللي عم نحكي قبل بتكبسها وبتعمل لها ستريتش فيلم بتعمل طبليب بيلي وبتنطرها بشهرين بتحطها بتشيلها على الارض وإلا احمد ما بقى فينا بدنا ناخذ فاصل اعلاني اخي ثم استمع كمان الى رايك وائل وكما الى سؤال احمد وائل بعد المطار بعد هذا الفاصل طيب بس بدها تصوت الحكومه وائل بموضوع المناقصات وخصوصا يعني الروايات المتعلقه فيه هل كنت مقتنع؟ يعني بعد ما حكي استاذ نعمي والاستاذ على الاتصال بحط ما هيك بحط انتو يلي حاطين براسكم انكم رايحين على مناقصه تحت اشراف هي السلطه السياسيه واختبرتوا شو بعدكم متاملين من هي السلطه السياسيه شو بعدكم عم بتفكروا بحلول من هي لهي السلطه السياسيه شو بعدكم متأملين من هيك سلطة سياسية ولك حتى أنتو يلي باللبناني بالعب والجيبة شو هالشيء يعني شركاء السلطة يعني السياسية لا مش شركاء شو يعني لا ما قال هيك ما قال هيك إذا استاذ علي عم تعمل عركة بالاستوديو يعني قراب على قراب جدا على هي السلطة السياسية هلا وين قراب ايه هلا بنحكي هلا بنحكي من وين لوين قراب اذا عم تحكي عني وين لوين لا 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 اذا كفيت انا عم بحكي انا عم بحكي اذا كفيت مين ما كان بايده فيي من وقتها لا 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 والله اللي بس مين لا لا والله مش لا طول بالك طول بالك طب حيبلي يا خيي انت حطيتوا امل بهي السلطه في شركات انحزلتكم ولعده اسباب خذلتكم فكرك مش هلا بس خذلتنا طيب ماشي طيب هاي السلطه السياسيه شو بعدكم متأملين منها؟ بتقلي مناقصات ولا غير مناقصات؟ بتقلي خصخصة ولا غير خصخصة؟ شو متأملين من سلطة سياسية؟ كل شي بتعمله مصلحتها كل شي بتعمله مصلحتها انتوا فتوا على مناقصة طبعا مش أعداء بس غرائم طلعتوا متفقين طلعتوا متفقين انه هاي السلطة السياسية بدها تعمل شي
عملت لكم الكومبين واستخدمتكم عملت لكم الكومبين استخدمتكم لحتالي تعمل البدايه. شو متخيلين هيك سلطة سياسية تعمل لمواطن معتر وفقير؟ أول شيء مواطن معتر وفقير، معلش أنا عم بسألك سؤال، جاوب اللي بدك إياه. ما في جواب؟ لا لا، إنه إذا عملت بأصحاب، يعني عم بيقول إذا بأصحاب الرسامين هيك عم بينعمل، كيف بالناس المعتر؟ حلو السؤال. شو متخيلين هي السلطة السياسية بدها تعمل الفقير؟ في جواب فعلا، يعني أنا مستغرب شو ليش بعد الناس عندها ثقة بهيك سلطة سياسية؟ بالتالي يعني لازم يسمع بقوك على الساحة. لا بالضبط، انا معلش بس ما زالك جبت سيرة الساحة، كنت بتمنى تكون هالحلقة بنص ساحة رياض الصلاح. بده يصير ووجه تحية لكل الشباب اللي عم يعتصم كل يوم بساحة رياض الصلاح وبكل الساحات، مش بس بساحة رياض الصلاح، ومندعي ومنقول لازم الشعب اللبناني كله سوا ينزل على الساحات ويعترض على نمط هاي السلطة السياسية، طائفيا اقتصاديا اجتماعيا انمائيا بكل مجالات الحياة. حرام الناس فعلا، احيانا بيوصل الواحد بيقول عن جد نحن ليش خلقنا بهي النقطه بالدنيا. خليني اجاوبك بس بكلمه سريعه، مش نرجع نفتح المواضيع كلها. انا معك 100% ليفل صوتي حتى بلش قبل صوتك. من 5 سنين و6 سنين نحن انتفضنا، حتى كتبنا كتب بهالموضوع وعملنا ندوات وكنا حاملين فريق تنزع انتخابات النيابيه بهالفكره. ولكن الفرق الوحيد الصغير بيني وبينك انه انا بستعمل الغضب والصرخه والركض بالشارع لأعمل خارطة الطريق تتنفس بطريقة عملية يعني بناءة. يلي بس بختلف معك بوحدي فيه أنه هيدي السلطة اتنيناتنا سوا بقشنا واسقين فيها بشيء أبدا. صحيح. بس أنا بدي انتقل لمرحلة أفضل، مش لمرحلة أضرب وأوجع بس انتقاما من هذه السلطة. وبده ينتقل، يعني ما بدي ردة فعل، بس ما بدي ردة فعل، مزبوط وصل، ما بدي ينتقل بطريقة آمنة أكثر من كون، يعني بده طريق آمنة توصل إلى التغيير. نحن ما عم نقول إنه طريقتنا منا آمنة، لأن نحن قلنا لا بوجهة نظر، في قضاء وفي غيره وفي قلنا، يعني مش ضروري تروح مثل ما كل الطبقة السياسية مش فوضى فجأة اتفقت كله يعمل مؤتمرات صحفية. كل الطبقة السياسية فجأة عملت مؤتمرات صحفية، كلهم من دون استثناء بتقول انه خافوا من المجهول، صاروا يخوفوا العالم من الفوضى ومن المجهول. لا، نحن ما عم نقول تسقط الحكومة ويحل المجلس النواب وما في، لا ما كنت عم تقول هيك بأول حلقة يا شيخ. لا، نحن عم نقلكم بطريقة معينة يا عمي، هالسلطة الحكومة إذا هلأ شو الفرق بينه وبين تصريف الأعمال؟ ما في شيء، لانه اصلا ما عم تصرف اعمال لانه طيب. ممنوع يعني من عمل مره واحده بتاريخ هالبلد كلياته لمره واحده، لانه صرنا من 2005 ما عم نقدر ننتج سلطه حقيقيه، دائما في جبنه اذا ما زبطت بالنص ما بتطلع في عندنا لا حكومه ولا رئيس ولا حدا. وزائب هلا كمان وضع الاقليمي اضرب كمان، انه ما في حدا عم بيجي يقول لهم انه شوفوا شو بدكم تعملوا، يلا اتفقنا نحن برا زبطوا عندكم جوا. عم نقول لمره واحده خلي يصير في شيء تنفيذي، ما تسميه حكومه مؤلفه من رجال. اذا بدك رجال بدك تنزع هيدي الثوره بتعمل هيك، بيختلفوا مع بعضهم كل اركان الثوره وبتفرطها. اذا عملت بدك اذا سكرت معك تعمل دخيل عرضك، بدك اذا سكرت شعبي ما سمينا ثوره حبيب قلبي، بس يصير مليون شخص شو بسميه، بس يصير ناس بتقرر، ناس بتقرر. ليش انا بدي اقرر ارسم للناس؟ مش عم اقول لك ليش اذا صاروا مليون، اذا صاروا مليون شخص ليش ما بتروح بتسالهم لهالعالم؟ ليش ما بتروح يمكن باستفتاء معين؟ ليش ما بتروح جواب؟ انا سؤالي كان سالته حررت من كل قيود، ليه بنحط ضغط ونجيب رئيس جمهوريه؟ ما فهمت ليش ما بتقعدوا بالطريق هلا هنيك، لانه الناس احنا مش رح نطلع من الشارع الا ما نجيب رئيس مقيده بفقره وبحاجتها. كيف ناس مقيده بالفقر والحاجه؟ انت بدك تشيل القيد، المواطن اللي انت بتلحق تشيل القيد ب10 سنين، انت عم تضل بدك تشغل شغل تنخلق فرص عمل بدون تعقيد. بتعرف شو يعني مواطن ينزل على الشارع؟ يعني عم بيقول له للزعيم طائفي انت ظالمني يا عم، ينزل هاي المواطن صار، بس دور لي العجله. لا، هاي المواطن صار، انت عم تراهن استاذ نعمي على سلطه، انت عم تقول لهم تخبر اي جمهوريه، مش انت ليش عم تراهن على شيء خسران؟ لانه هالسلطه ما قادره تعمل شيء، رئيس جمهوريه ما قادره، ما قادره تعمل شيء، لا قادره تتفق، ما قادره تعمل شيء. كخلاصه استاذ عبد الله ولا غيرته، معكم نبلش مع الشيء اللي استغربه استاذ نعمي، انه كمان انه لا قادره تنتخب لحدا ولا قادره تعمل شيء، والشيء اللي حضرتك حكيت لنا اياه
والغريب اللي استنتجته بعدين انه مثلا فجاه سكرين اكتفت من لبنان، ما بقى بدها تشتغل بلبنان وما قدمت على المناقصات، دليل اصلا انه عارفه انه هيدي تنفيسه للعالم، وانه خلي النقطه بالنهايه على كل حال ما فيها دليل انه في عجز. ما طال الحيط العار اللي حطوا شالوه ثاني يوم، انا سجلتهم هلا كمان باقل من 24 ساعه المناقصات اختفت، بده يطلن عليه اول نهار في عنف، ثاني مره ما في عنف من القوى الأمنية إلا آخر شيء. في لحظة يوم التنين، لأنه يوم التنين الناس تعاونت بينه وبين بعضها، ويلي كان محمس زيادة عن اللزوم من الشباب استوعبوا. في لسه سؤال، مين كب مولوتوف؟ أجمل كب مولوتوف؟ مش عارف مين كب مولوتوف أنا. ما نحن هلا شايفوا صور، لا في صور. انا بس بدون لما بضلنا تكي تكي ترى بدنا نغرق بالتفاصيل، بدنا نبلش نختم الحلقه. اجمل نكته موجوده بالبلد هي انه اللي عملوا المناقصات واللي قمضوها واللي اتفقوا عليها هن جزء لا يتجزأ من الطبقة السياسية اللي رفضتها. طيب فينا بدي بلش خبرك احسن بالنتيجة بلاش تختم معه انا لا ماشي لا لا رح بلش معك بالنتيجة انه عم نوصل عم نقرب الى يوم السبت. شو عم تنتظر يعني من يوم السبت؟ هل رح يكون الحشد اكبر؟ بالتالي هل رح تكون الحراك بزخم اكبر؟ او مثل ما بيقول البعض ربما لا، للاسف قد نكون أمام بداية تنفيس هذا الحراك. يا سيدي نحن من الناس يلي بيسموهم تعترضوا كتير ودايما، ورح نضل نعترض كتير ودايما، وما شغلتنا بالدنيا إلا نعترض كتير ودايما على الظلم وعلى الفقر. ونحن أصحاب شرعية، نحن أصحاب شرعية فعلية، شرعيتها منخدها من قهر كل أم فقدت ابنها بحرب بين رؤوس طوائف. شرعيتنا بناخدها من وجع كل بي مش قادر يطعمي ابنه بالليل لأنه فيش معه مصاري. شرعيتنا بناخدها من هم كل أم ابنها مسافر ومش قادرة تشوفه، من شوق كل أم لابنها المهاجر ومسافر، من شوق كل بي مسافر وتارك عائلته بلبنان. وكل هيدي الأوجاع تبع الناس مسؤولي عنها هي السلطة السياسية. السبت بتنزل الناس ولا لا؟ حق الناس تعمل اللي بدها اياه. نحن منقول للناس انت صاحبة قرار، هاي السلطة السياسية يلي بلحظة نزلت حواجز، سكروا مجلس النواب، طوقوا بيروت، كل يوم الناس تنزل على ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء وساحة النجمة وما على شيء، خلي سوليدار تتسكر وخلوا مجلس النواب يتسكر، ما هو مسكر اصلا، شو عم يعملوا النواب؟ خلوا القصر الحكومي يتسكر لانه اصلا ما في مجلس وزراء، شو عم يعملوا الوزراء؟ كل شيء بهالبلد واقف، كل شيء بهالولد بهالبلد واقف. الشيء الوحيد يلي ممكن يكون ماشي ويمشي هالبلد هو نزلت الناس تمشي بشوارع بيروت وبشوارع ضياعة وبشوارع مش بس بيروت، بطرابلس تنزل الناس، بصيدا تنزل الناس، بصور، بعكار، خلوا الناس كلها تنزل على الشارع وتقول لا لهي السلطة الطائفية، وخلونا نبني بلد مثل الخلق، خلونا نحس انه نحن عن جد عنا امل يكون في عنا بلد. يعني قال عن قضية انه تقول الناس لا، هل برأيك كافي او لازم تقول كمان الناس نعم لهي وهي وهي؟ لا ابدا، انا لا للا اكيد لا، بس لا حيث مثل ما عم يتفضل ويقول بالمحل الخطأ، محل الظلم، والمحل اللي فيه مثل ما تفضل وقالوا الجميع، مثل ما كل الناس عم تحكي الوجع والفساد وكل اسباب القهر، وأسباب القهر متعددة، أنت عددت جزء منها، في أجزاء أخرى كمان أوسع، يعني فيك تكمل فينا كل الليل ما بنخلص نحكي طبعا. فيه الحمد لله ما بنخلص. وأنا أزيد على الأماكن اللي أنت طرحتها سيز وائل، يعني أنه ساحة النجمة، ساحة الشهداء، ساحة شو اسمه ساحة رياض الصلح، سوليدار، برات سوليدار بالقرى. وأنا بقول أكثر من هيك، إذا بدو يعمل نعمل فرق، نحن منعرف وانت بتعرف البلد ممسوك من 6 أو 7 مرجعيات كبيرة، أشخاص مرجعيات خلينا نسميه، ما في غيرهم، ما فهم. تروح بتعمل مظاهرة على 6 مرجعيات، ما بضيع وقتك بساحة شهداء فاضية، بتروح على المرجعيات دغري بتحاصر بيوت المرجعيات اللي انت تعتبر انه هذه المرجعيات تظلمك وتأكل من دربك ومن درب أولادك وظلمتك، بس المرجعيات كلها
أعود إلى الفكرة الأساسية. المرجعيات كلها مثلا المرجعيات كلها إيه؟ ما بعرف فينا الناس شو عم تعمل الناس؟ أستاذ علي ختمنا؟ شو عم تعمل الناس؟ شو عم تعمل الناس؟ المظاهرات وين ما كانت؟ بدك تختم بيوتهم المظاهرات، الناس صارت تعترض، ابن عكار، ابن عكار يلي منو شايف شيء من الدولة، كل شيء أخذه من الدولة قرار يكبوه عنده زبالة، ابن عكار يلي منو شايف شيء من الدولة، كل شيء أخذه من الدولة يكبوه عنده زبالة، امبارح نزل يعترض وبكره بده يعترض. واضحة واضحة وائل، خلص وقتك يا وائل، ابن النبطية اعترض، أنا معك، ابن صور أنا معك، أحمد بس انت معي احمد، حنحكي شوي برواق كرمال ما بدنا نختم نهار السبت. نحن بندعي كل اللبنانيين اللي حكي عنهم وائل، الموجوعين والمهجرين والمقهورين، المهجرين سوري والمقهورين، وكل واحد عنده لو وجع صغير من حق المرأة لتوصل للجنسية، لتوصل للفقر، لتوصل للبطالة، لتوصل لأي شيء، ينزل يقول لهالسلطة أنا قرفت منكم، ينزل على الشارع. هالشارع اللي سماهن أستاذ علي من رياض الصلح، إن شاء الله يا رب تتعبى كل ساحة الشهداء كمان، لتقول للسلطة إنه العالم قرفت. هيدي الطبقة السياسية صار لازم لها تغيير. هلا يمكن ما نقدر بهالحلقة نوصل للسيستم وخارطة الطريق اللي بدنا نرسمها، بس ممكن إذا هالطبقة السياسية بلشت تهز العالم، تهز لها العرش اللي قاعد عليه هالست سبع أشخاص، ويحسوا إنه لا حت العالم حتقلبهم لتحت ويوقعوا، بتبلش ساعتها هون ينحط هالخارطة الطريق، يمكن بالتفاهم، يمكن مش عم نقول نحن إلغاء الأحزاب وإلغاء الدنيا كلها، خلي يكون في شراكة، بس تكون شراكة عادلة، يكون كل شيء قدام العالم واضح. ويمكن نقول، يمكن نقول إنه بملف النفايات خلي العالم كلها تعرف شو صاير، وهالقليلة يمكن تصل إلى تحسين أداء الطبقة والمحاسبة اللي كمان كنا قلنا عنها، هذا الحراك، المحاسبة ضرورية جدا جدا جدا، المحاسبة ضرورية بما خاصة بملف النفايات يلي بلش ويلي خلى العالم تصور ضد هالطبقة، يبلش المحاسبة وخليها تفتح الملفات الثانية والعالم تعرف هالفاسدين مين وهالنضاف مين. أستاذ نعمت أختم أخذ كلمة، هل كنت مرتاح أول شيء بهالحوار؟ أنا كتير مبسوط بهالحوار، وليك واكتشفت فهمت أكثر الأجز الإيجابية والمحاذير يلي بحب اتركها مع الملاحظات انا بدي اتوجه اول شيء لللبنانيين اليوم من هالمنبر واقول لهم هذا الحراك لازم نكبره قد ما فينا، لازم نتوجه للساحات نهار السبت واكثر من هيك، ولكن لازم نحط براسنا هذا الحراك وهذا الغضب مش لازم يكون نداء الى الفوضى. طبعا هذا هالكلمتين مش لازم يكونوا حد بعضهم. صحيح. هذا الحراك مش للفوضى، هذا الحراك للبناء، هذا الحراك للبناء ببقى. بدنا خارطة الطريق، بدنا نوعى انه نحن عم نعمل هالعمليه. خلوا يخلصوا، نحن عم نعمل هالعمليه جراحيه يا اخوان، بدنا ننتبه ما تنجح العمليه بس يموت المريض، انتبهوا المريض هو لبنان، نحن وعم نعمل هالعمليه جراحيه جدا، المريض جدا هو لبنان، نحن وعم نعمل هالعمليه جراحيه بدنا نعرف ما يموت لبنان، في احتمال كتير كبير بهالمرحلة التاريخية بنهاية سايكس بيكو، عم نحكي عربي، إذا ما وعينا وأكدنا لبعض كمكونات تاريخية في هالبلد أو نحن منا نعيش مع بعض، نحن مدعوين أنه ينزل يزور لبنان، من هيك ما حدا يتشاطر على بعضه. تبين انه ما في كيان نهائي بالمنطقه، مبنية مبنية. العراق طار، اذا ما بد سوريا طار، اذا نحن بدنا خلص لبنان واحد، لازم نقوله لبعض بدنا لبنان واحد، بدنا نعمل هالعقد الوطني بعمق، ولكن ما نعمله مش بثوره جديده قد ما هي تطوير بنيوي. أوكي. في فرق ناس، استاذ نعمت، استاذ علي بدي اتشكركم على اللقاء، احمد ووائل ما بقى فيه شرفت عن جد الليله انبسطت انه تعرفت عليكم، اكتشفت نبض الثوره يلي بحب نشوفه. اصدقائي المشاهدين بتشكركم على متابعه هالحلقه من بموضوعيه، طبعا اللقاء يتجدد الاربعاء المقبل، تصبحون على الف خير.